الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنستكمل سويا حديثنا عن الفاينايت إليمنت ميثود، وزي ما تعودنا في كل مرة بنذكركم بالريفرنس فيرست كورس ان دي فاينايت إليمنت ميثود الإصدار رقم 5. إن شاء الله النهاردة مع شابتر 7، المحاضرة رقم 21. شابتر 7 يعني يمكن هنقف معاه شوية قبل ما نستكمل موضوعات الفاينات اليمنت. طبعا احنا لو بصدد ان احنا نحل مسألة بالفاينات اليمنت، فالمفروض في البداية ان احنا بنعمل موديل وبعدين بنحله على الايتابس مثلا او السيف او اي برنامج. يمكن هدف شابتر 7 ان هو يعلمني ازاي ان انا اعمل موديل يكون يعني اقرب للواقع قدر الامكان، عشان في النهاية النتائج تطلع قريبة من الواقع. ويمكن احنا عارفين ان الفاينات اليمنت هي نيوميريكال ميثود، وبالتالي هي ابروكسيميت. ويمكن شفنا قبل كده او عرضنا كيرف ان ممكن الحل يكون يقرب او يبعد عن الاكزاكت. اذا اكيد في اشياء بتؤثر على النتائج، بتخلي نتائج تقرب من الاكزاكت سوليوشن او تبعد عن الاكزاكت سوليوشن. يمكن ده هيكون دور شابتر 7، ان هيبقى عندي هنتعرف على practical considerations مرتبطة بالموديلنج، يعني المش سايز، الاسبكت ريشيو للاليمنت، ازاي اعمل مشينج، يعني هيقابلني مشاكل لو عندي concentrated loads reactions، لو عندي holes مثلا، لو في change في السيكنس. ففي اعتبارات كتيرة هننتبه ليها على اساس ان احنا في النهايه نعمل موديل اقرب ما يكون للواقع، وبالتالي النتائج تطلع نتائج معقوله مقبوله. لكن طبعا قبل ما استخدم النتائج او اوظفها، لازم ان انا ابص على النتائج، افحصها، ادقق فيها، اشيك عليها، بحيث اخد قرار في النهايه هي مقبوله اذا استخدمها، غير مقبوله ارجع ابص على الموديل مره تانية واصلح الأشياء اللي عاوزة تتصلح، بحيث في النهاية يبقى الموديل جيد والنتائج جيدة، وبالتالي يبقى التصميم بتاعي مقبول ومبقاش فيه أخطاء. يمكن يعني في البداية احنا عارفين ان في برامج كتيرة زي الإتابس والسيف وخلافه، كل البرامج بتعتمد على الفاينات إليمنت ميثود. يمكن البرامج دي ليها فلسفة، فلسفة بسيطة جدا، ويمكن الفلسفة دي موجودة في حياتنا العملية. ويمكن ده يمكن برضو احنا لما اول ما علمونا يعني الكمبيوتر عبارة عن ايه، فقالوا ان في انبوت، وبعد كده الانبوت ده بيتعمل له بروسيسنج، يعني في مدخلات، وبعدين بعمل معالجة او اجراءات بتتم على المدخلات، وفي النهاية الكمبيوتر بيديني مخرجات اوتبوت، بيديني ريزلتس. طبعا الريزلتس شكلها بيبقى مختلف عن الانبوت، والا لو ما عملتش بروسيسنج على الانبوت وطلع الانبوت زي الاوتبوت، يبقى ايه فايدة الكمبيوتر؟ فلازم الاوتبوت يكون مختلف على الانبوت، وده طبعا بيبقى نتيجة ان في اجراءات او عمليات بتتم على الانبوت عشان يديني شكل مختلف اللي هو ايه، اللي هو الاوتبوت. ده في البرامج ممكن نفس الفلسفة لكن بشكل مختلف شوية. بيبقى في عندي بري بروسيسنج، يعني احنا قلنا في بروسيسنج، في انبوت وبعدين بيمر على البروسيسنج وبعدين بيطلع الاوتبوت. اذا في اشياء بتتم قبل البروسيسنج، فبنقول عليها بري بروسيسنج، يعني اجراءات قبل او عمليات قبل البروسيسنج. وبعد لما بعمل بروسيسنج بيخرج الاوتبوت، فانا بقول على الاوتبوت بوست بروسيسنج، يعني اجراءات بعد الايه البروسيسنج. لكن يمكن البروسيسنج في البرامج هديله اسم اناليسز، ان انا بيبقى عندي فيه مدخلات اللي هي البري بروسيسنج، وبعد كده بعمل اناليسز سواء كان ستاتيك او دايناميك، لينير، نون لينير، الاستيك، ان الاستيك، وفي الاخر بيطلع لي ايه الاوتبوت. الاوتبوت ده بيكون الجزء اللي هو بعد، اللي هو بنقول عليه بوست بروسيسنج، في اجراءات قبل وفي اجراءات ايه بعد، وفي جزء في النص اللي هو الاناليسز اللي هو البروسيسنج نفسه. لكن في البوست بروسيسنج بيبقى المطلوب مني ان انا ايه يعني اعرض، اعمل ديسبلاينج للريزلتس، الديفورم شيب، الستريسز، المومنتس، وفي الاخر
اقدر اقول النتائج مقبوله او غير مقبوله. طبعا لما بيبقى في بروسيسنج قبل وفي بروسيسنج بعد او عمليات قبل وعمليات بعد وفي بروسيسنج اكيد بيبقى في بروسيسور، في بقى قائم البرامج بيبقى جواها قائم بعمليات بعد وقائم بعمليات قبل اللي هو بيطلق عليه البروسيسور. ده طبعا بيبقى يعني ده بصورة إجمالية، لكن طبعا البري بروسيسنج هيبقى عبارة عن الانبوت، بيبقى عندي مثلا بعمل ديفاين للماتيريالز للاليمنت سواء كانت فريم او شيلز، اللودز، الباوندري كونديشنز، وبعد كده بعمل اناليسيز، وبعد الاناليسيز في عندي البوست بروسيسنج. البوست بروسيسنج بعمل ديسبلاي للنتائج واقدر اقيم ايه النتائج، ولو طبعا لو في خطأ في او النتائج مش مقبولة ببدأ ارجع مرة تانية ابص على الانبوت واشوف ايه اللي مش مظبط وابدأ اظبطه واعمل اتريشن جديد وهكذا لغاية لما اوصل لان النتائج تكون ايه مقبولة. الجزء بتاع الاناليسيز طبعا هو بيماثل الجزء بتاع ايه البروسيسنج. الهدف من شابتر 7 هو ان احنا نعمل موديل جيد. احنا طبعا بنحول الفيزيكال بروبلم، المساله اللي هي في الطبيعه سواء كان مبنى او اي مساله في الطبيعه، بحولها لفاينايت اليمنت موديل، بعمل نموذج محاكاه. فانا محتاج ان النموذج او الموديل يكون اقرب ما يمكن، يكون جيد، يكون اقرب ما يمكن للواقع، على اساس ان النتائج تطلع برضو بتماثل الواقع، لان احنا قلنا الفاينايت اليمنت هي نيوميريكال وبالتالي هي ابروكسيميت، فممكن الحل يقرب او يبعد عن الاكزاكت. طب عشان يقرب من الاكزاكت اذا لازم في اشتراطات او احتياطات او كونسيدريشنز معينه انا لازم اخدها في اعتباري على اساس ايه ان الموديل بتاعي يكون موديل جيد وياتي نتائج ايه كويسه. يعني هتكلم على الموديلنج، عندي الميشنج، عندي الاليمنت تايب، ان انا اختار الاليمنت المناسب، ان انا اعمل الميشنج يكون لو سايز، الاليمنت نفسه ليه اسبكت ريشيو، بيبقى عندي فيه كونسنتريتد لودز فلازم مثلا يكون تحت الكونسنتريتد لود يكون في نود، اعمل سب ديفيجنز ناتشرال سب ديفيجنز، ان عند البوينت لودز او الكونسنتريت لودز يبقى في نود، لو في تغير في اللود افصل عند التغير، لو في تغير في الماتيريال افصل عند التغير. ايضا بيبقى عندي في امكانيه ان استخدم السيمتري، السيمتري هيفيدني في ان انا هبسط المساله، هاخد جزء من المساله ما اخدش المساله كلها، وبالتالي هوفر وقت واوفر جهد، ولو حصل خطا هبدا اوصل للمشكله بسرعه وهاخد وقت اقل. لما بفصل المساله او باخد جزء من المساله ديو تو سيمتري بيبقى مطلوب مني عند الجزء اللي انا بقطع فيه ان انا احط الباوندري كونديشنز المناسبه، لان لو اخطات في توصيف الباوندري كونديشنز طبعا النتائج هتطلع مش مظبوط. ايضا في خلال الشابتر عندنا في اكوليبريم وفي كومباتيبلتي، فدايما هسال نفسي سؤال، هل الاكوليبريم بيتحقق؟ هل الكومباتيبلتي بتتحقق؟ طب ايه اللي ممكن ما يحققش الاكوليبريم او الكومباتيبلتي؟ ايه اللي هيأثر على الكونفيرشنز التقارب ان الحل يقرب من الاكزاكت؟ ايه اللي ممكن يبعد الحل عن الاكزاكت؟ ايه اللي ممكن يعمل كونفيرشنز؟ ايه اللي ممكن يعمل دايفيرشنز بالنسبه للسوليوشن وكده؟ في النهايه خالص بيبقى عندي فيه ريزلتس، ده الجزء اللي هو البوست بروسيسنج. ففي البوست بروسيسنج يعني المفروض ان انا تو انتربريت الريزلتس، ان انا افسر افحص ادقق في الريزلتس اشوف هي مقبوله غير مقبوله، هل الديفليكشن قيمته مقبوله، هل هو لتحت لفوق، هل المومنت بوزيتيف نيجاتيف. وايضا عندي في كونسبت اسمه دي كونسبت اوف ستاتيك كوندنسيشن، الكونسبت ده هنشوف يمكن في نهايه المحاضره معناه ايه وهدفه ايه. ايضا عندي في ظاهره انا بلاحظها في الستيفنس ماتريكس ان هي بتبقى سيمتريك وبتبقى سكوير وبتبقى باندد، بمعنى ان الارقام بتاع الماتريكس بتكون حوالين الدياجونال المين دياجونال، وبلاقي بقيه الارقام فوق وتحت بصفار، فبقول طيب انا ايه اللي يخليني احجز في الماتريكس خانات تتحط فيها اصفار؟ طب انا ممكن اوفر الحيز او السايز بتاع الماتريكس بحيث ان انا احجز اماكن اقل، لكن بشرط ان ده ما ياثرش على ايه على النتائج. يمكن اول جزء هنتكلم عنه هو الموديلنج، ان انا عندي فيزيكال بروبلم وعاوز اعمل
موديل، عاوز اعمل فاينايت ايلمنت موديلنج. طبعا وانا بعمل موديل للمساله بيكون عندي وكاني بسال نفسي اسئله كتير وبحاول اجاوب على الاسئله صح. لو جاوبت صح على الاسئله يبقى الموديل بتاعي هيطلع اقرب ما يمكن او اقرب ما يكون للواقع، وبالتالي النتائج هتطلع نتائج ايه مقبوله. فبيبقى مطلوب مني ان نختار البروبر ايليمنت تايب او البروبر تايب اوف ايليمنت. يعني بيبقى عندي انواع كتيره من الاليمنتس، لكن انه انسبها مين اللي هيعمل ماتشنج مع الواقع to match as closely as possible the physical behavior of the problem. يبقى لازم تختار التايب المناسب للاليمنت، لانك لو اخترت مثلا لو المساله مثلا اكس سيمتريك او بلين ستريس او بلين سترين، وحطيت البلين ستريس مكان البلين سترين او الاكس سيمتريك، فطبعا النتائج مش هتطلع مظبوطه لان انت اخترت تايب مش مناسب. ايضا من الحاجات الصعبه اللي بتحتاج ان الواحد يركز الباوندري كونديشنز. انت بيبقى عندك في سبورتس مثلا، او انت استخدمت السيمتري وقسمت المساله لجزئين او اربع اجزاء، مكان السيمتري او مكان القطع ايه الباوندري كونديشن المناسب؟ يعني ممكن يبقى المناسب ان انا احط رولر، طيب لو حطيت هنج مكان الرولر طيب يبقى مفيش حركه، لكن الواقع في المساله في حركه، فبالتالي ده تاسك ديفيكالت شويه. فيمكن احنا هنتعلم برضو في شابتر 7 ازاي لما يبقى عند سيمتري ازاي اوصف الباوندري كونديشنز المناسبه. انا لازم اعرف الكاينتس والماجنيتيودز واللوكيشنز للابلايد لودز. يعني مثلا هل اللود هيبقى كونسنتريتد؟ هل مثلا الواقع العملي في حمل بيبقى كونسنتريتد او بوينت لود، يعني بيأثر على اريا بتساوي زيرو، وبالتالي الاستريسز هتبقى بما لا نهايه مثلا، او الديسبيسمنت المقابل هيكون بما لا نهايه. طبعا هشوف يعني هل الكلام ده واقعي ولا لا. طب لو عندي بوينت لود همثله ازاي عشان ما يعملليش مشكله، عشان ما يبقاش تحتيه الاريا بزيرو وبالتالي يطلع انفاينايت ستريس وانفاينايت ديسبيسمنت. في النهايه بنقول it should be noted that working with more experienced users. لازم يعني تحاول تبتدي حياتك انك تشتغل مع ناس عندها خبره، لان ده مهم جدا، لان لازم الخبره تتنقل ليك، لان في حاجات كتيره وفي اخطاء كتيره ممكن تقع فيها، لكن لو انت يعني ابتديت مع ناس عندهم خبره فاكيد بيوفروا معاك. لان انت عارف زي ما قلنا قبل كده ان لما بيكون في استاذ، الواحد ليه استاذ او له واحد اكبر منه بيتعلم معاه، ده له ثلاث فوائد يمكن قلناهم في المحاضره اللي فاتت، ان ده بيقصر العمر لانه بيوفر عليك وقت، ممكن يديك معلومه انت تضطر عشان توصلها ممكن تقعد سنه، بيسدد الفهم، ممكن انت تكون فاهم شيء غلط تيجي تحط الباوندري كونديشنز المفروض تحط رولر تحط هنج وتبوظ المساله وتطلع نتائج مش مظبوطه. وبيعلم الادب زي ما قلنا، لان الواحد دايما لما بيبقى ليه استاذ فبيعرف قيمته بجانب قيمه استاذه، فدايما بيبقى عنده تواضع، ما بيحاولش يعني بيحسش ان هو كبير، لا بيحس ان في اكبر منه، فدايما بيبقى عنده تواضع وكده. يمكن من الاجزاء المهمه جدا او المرتبطه بالفاينات ايليمنت موديلنج او اللي لازم اخلي بالي منها وانا بعمل موديل فاينات ايليمنت موديل، ما يعرف بالاسبكت ريشيو. اسبكت ريشيو هيبقى الاختصار بتاعها ايه من اسبكت وار من ريشيو. اسبكت ريشيو معناها ايه؟ معناها طول الى عرض العنصر. يمكن احنا شايفين في الصوره يمكن الاشاره بالاصابع كأني بقيس طول مستطيل الى عرضه، فبالتالي بجيب ما يعرف بالاسبكت ريشيو. فانا ممكن يبقى عندي مربع تلاقي الطول الى العرض يساوي واحد، فبالتالي الاسبكت ريشيو هنا بتكون بواحد، لكن لو عندي مستطيل طبعا بيبقى الطول اكبر من العرض، فبتبدا الايه الاسبكت ريشيو ايه تزيد. كل ما الاسبكت ريشيو بتزيد فالاستطاله بتاعت الجسم بتبقى اكبر، وبالتالي بيبقى الجسم طويل في ناحيه وقصير في الناحيه الثانيه. ويمكن احنا اتكلمنا قبل كده عن الاليمنت اللي هو الكونستانت سترين، قلنا ان الاليمنت بيكون السترين بداخل الاليمنت بيكون كونستانت، وبالتالي الاسترس بيبقى كونستانت، فبيبقاش مناسب ان العنصر يبقى طويل في ناحيه وقصير في الناحيه الثانيه. فده معناها وكانك فارض على كامل طول العنصر ان الاسترس والسترين ثابت، وده ممكن ما يبقاش مناسب ايه للواقع. ف
فيمكن بعد شويه نكتشف ان انسب اسبكت ريشيو هي ايه، هي الواحد، ان يبقى طول العنصر قد عرضه او قريب من العرض. يمكن الشاشات اللي قدامنا في الصوره اللي تحت بتعبر عن الاسبكت ريشيو، فبتلاقي شاشه مربعه فطولها يساوي عرضها، بعد كده شاشه مستطيله فالطول اكبر من العرض، وطبعا كلما الاسبكت ريشيو بتزيد ده معناه ان الطول بيزيد بالنسبه للعرض. الاسبكت ريشيو يمكن شويه هنلاقيها مرتبطه بشكل العنصر، وبالتالي يعني ممكن نقول كده الاسبكت ريشيو اند الاليمنت شيبس، شكل العنصر بيتاثر او داله في الاسبكت ريشيو. يعني زي ما عرفنا من شويه ان الاسبكت ريشيو هي طول او البعد الاكبر للعنصر على البعد الايه الاصغر، ويمكن كده نقول في حالات كتيرة in many cases لما الاسبكت ريشيو بتزيد فال inaccuracy للحل ايه بتزيد. يعني كلما الاسبكت ريشيو تكبر اعرف ان الدقة بتسوء والنتائج هتسوء والحل هيدي او النتائج هتطلع بعيدة عن الاكزاكت، هيحصل بعد عن الاكزاكت، وبالتالي ده مش كويس. ويمكن الصورة اللي تحت عطيني عناصر ليها شكل مثلث مثلا، لكن المثلث ممكن يبقى شكله جيد وممكن يبقى شكله باد، وبعدين شكله رباعي برضو، الشكل الرباعي اللي على اليسار شكله جيد، اما الشكل الرباعي اللي على اليمين الاسبكت ريشيو بتاعته زادت فاصبح الشكل سيء. ال 3 دي او البريك او الفوليوم اللي على اليسار يعني الى حد ما شكله جيد، لكن لما الاسبكت ريشيو كبرت فاصبح الشكل باد وسيء وكده. فيعني زي ما قلنا ان الاسبكت ريشيو بتؤثر على الشكل او لها دور في تغيير الشكل، كلما الاسبكت ريشيو بتزيد معناها ان في بعد بيكبر بالنسبه للبعد الثاني، وبالتالي الشيب بيتغير وبيأثر على النتائج. تعال ناخد مثال نيوميريكال يعني على الاسبكت ريشيو. عندي بيم فيكسد فري كانتليفر الديبث 8 انش والسبان 48 انش، وفي نهاية الكنتليفر عند الفري اند عندي بارابوليك لود ديستريبيوتد من التوب للبوتوم، التوتال 40,000 باوند في البوينت A في نهاية الكنتليفر، وفي بوينت B في المنتصف في نص المسافة، واداني المودلس والبوسونز ريشيو والسيكنس اللي هو 1 انش، وطبعا البوسونز ريشيو 3 من 10 والمودلس ب 30 في 10 اس 6 باوند بير سكوير انش، فطبعا واضح ان ده ستيل والسيكنس بتاعه بوصة، فطبعا المسألة ديت ايه بلين ستريس، واداني محور اكس والحركة مع يو، واداني محور واي والحركة مع في. اذا دي مسألة بلين ستريس. تعال بقى نحل مسألة بالفاينات اليمنت او نعمل فاينات اليمنت موديل، بس ايه في هنحل المسألة 5 مرات يمكن من تحت واحنا طالعين كده، واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثة وبعدين اربعة وخمسة. الفكرة ايه في المسائل؟ غالبا في كل المسائل هيبقى عدد الاليمنتس يعني قريب، يعني يمكن نفس عدد الاليمنتس، والمساحة لكل اليمنت هتكون نفس المساحة الى حد ما، لكن اللي هيتغير هو طول الى عرض الايه العنصر. يعني وكأننا بنقول احنا عاوزين بس يعني ندرس تأثير الاسبكت ريشيو على الحل، مش لان طبعا لو عدد النودز زاد او عدد الاليمنتس كتير فده هيكون له دور، لا انا عاوز احيد عدد العناصر وعدد النودز. والفكره ان انا هقسم الاريا اللي هي 48 في 8 الى عدد الى حد ما واحد من العناصر، ومساحه كل عنصر هتبقى هي نفسها المساحه، لكن هو اللي بيتغير طول الى عرض العنصر. ففي البدايه هاخد عنصر مثلا 2.4 انش في 2.3 انش، فلما بقسم الطول على العرض فبتطلع الاسبكت ريشيو 1.1 من 10. العنصر رقم 2 هيبقى الطول 3 والعرض 2 فيبقى الاسبكت ريشيو ب1.5، لكن لو حسبت المساحه بتاعت العنصر هتلاقيها 3 في 2 ب6. بعد كده العنصر بقى 4.8 في 1.3 فالاسبكت ريشيو ب3.6 من 10. بعد كده خدنا عنصر طوله 6 وعرضه 1 انش
فالمساحه برضو يعني تقريبا هي نفس المساحه، لكن الاسبكت ريشيو بقت 6 وهكذا. خدنا عنصر في الاخر طوله 12 وعرضه نص، فمساحته برضو 6 لكن الاسبكت ريشيو وصلت ل 24. يبقى تقريبا عدد النودز في المسائل الخمسه 1، تقريبا عدد الاليمنتس في المسائل الخمسه 1، لكن اللي بيختلف من المساله الاولى الى المساله رقم 5 هو الاسبكت ريشيو، وكان الاسبكت ريشيو اتغيرت من 1 الى 1.5 ثم 3.6 ثم 6 ثم 24. هناخد المساله دي ونحلها بالايتابس مثلا، وفي كل مره نجيب الحل ونبدا نوقع الحلول ونشوف ايه علاقه الخمس حلول بالحل الاكزاكت. طبعا عندنا المساله عباره عن كانتليفر وعليها حمل بارابوليك عباره عن شير في نهايه المساله عند البوينت A. بدات انا اغير الاسبكت ريشيو من 1.1 لغايه 24. طبعا المساله دي لها حل اكزاكت، لو انت بتحلها اناليتيكالي هتطلع في النهايه قيمه للديفليكشن عند الاي وقيمه للديفليكشن عند البي. قيمه الديفليكشن عند اي وعند بي ما لهمش علاقه بالموديل اللي انت حليته بالفاينايت اليمنت، سواء كان الاسبكت ريشيو بواحد او اكتر او اقل. فقيمه الاكزاكت سوليوشن قيمه ثابته، وبالتالي الحل بتاع الاكزاكت نسبه الايرور فيه هتكون ايه؟ هتكون بصفر. تعالى بقى نحل مسألة بالفاينايت اليمنت. عندي 5 كيسز من كيس 1 لغايه كيس 5، عندي الاسبكت ريشيو بتتغير من 1.1 لغايه 24، ولو جيت في كل مره اشوف عدد النودز فهلاقي تقريبا ان عدد النودز الى حد ما متساوي في المسائل. عدد الاليمنتس ايضا الى حد ما يعني نقدر نقول ان هو 1، وزي ما قلنا من شويه ان احنا عاوزين نحيد عدد العناصر وعدد النودز عشان يبقى المؤثر فقط هو الاسبكت ريشيو. وبدانا نحل المساله بالفاينات اليمنت وطلعنا 5 قيم من الموديل للديفليكشن عند البوينت A، وطبعا القيم كلها هتطلع بالسالب لان نقطه A هتتحرك لاسفل والموجب لاعلى، وحسبنا ايضا القيم للديفليكشن عند بوينت B، لكن طبعا الديفليكشن عند A هيبقى اكبر من عند B. وبدانا نحسب الايه البيرسنت ايرور في الديسبليسمنت عند الايه، يعني قد ايه. طبعا الحل الاكزاكت هيطلع ناقص 1.15 انش الحركه الرأسية عند ايه نود ايه او عند بوينت ايه. لكن لو انا بصيت للسوليوشن اللي هو الكيس رقم 5 هلاقي الاسبكت ريشيو ب 24، فانا كنت متوقع ان الحل هيكون سيء، فطلع الفيرتيكال ديسبيسمنت ناقص نص انش، يعني تقريبا اقل يعني من نص الاكزاكت. يعني تخيل ان الحل اللي انت حليته بالفاينايت اليمنت طالع اقل من نص قيمه الاكزاكت، يعني نسبه الايرور حوالي 56%. فالواحد ما يقولش خلاص ان المساله اتحلت والديفليكشن عند بوينت A طالع ناقص نص انش، وجيت اقارنه بالالوبل فلقيته ايه اقل، يبقى المساله سيف وانتهت. لا، الحل بتاعك طلع قيم لكن القيم مش مظبوطه، يعني القيمه بعيده عن الحل ايه الاكزاكت. ده معناه ان هما فعلا كان لازم ناخد شابتر 7 وكان لازم يعرفوني الاعتبارات اللي اخلي بالي منها على اساس ايه ان النتيجه تطلع قريبه من الاكزاكت، ويبقى نسبه الايرور في النتيجه او في الحل بدل ما تبقى 56% مثلا تبقى 5%، ويبقى الحل بتاعي يعني درجه الثقه فيه كبيره جدا وقريب من الاكزاكت. فواضح من الحلول ان كل ما الاسبكت ريشيو بتزيد فبلاقي ايه ان الحل بيسوء، ونسبه الايرور في القيمه بتاعه الحل بتزيد وتوصل مع الاسبكت ريشيو اللي هي 24 ل 56%. كلما الاسبكت ريشيو تقرب من الواحد بلاقي ان الحل بيقرب من الاكزاكت، ويبقى البيرسنت بتاعت الايرور بتبقى قليله. طبعا احنا جبنا الخمس حلول ووقعناها وبدانا نعمل كيرف كده كان انا بعمل كيرف فيتنج، فلقيت فعلا المنحنى معبر جدا عن النتيجه، وكان المنحنى بيقول لي خلي بالك من الاسبكت ريشيو، خلي دايما الاسبكت ريشيو تكون
اقرب ما يكون للواحد، لان كل ما الاسبكت ريشيو بتكبر كل ما النتيجه بتبقى سيئه ونسبه الخطا بتبقى كبيره. وما تفرحش وتقول ان المساله تمت بسلام والنتائج مفيش ايرورز، مفيش وارنينجز، مفيش تحذيرات، مفيش ايرورز، البرنامج كمل وقال لي ان الاناليسيس كومبليت وطلع النتائج. لا، مش معنى ان الاناليسيس انتهى وطلع نتائج ان الموضوع خلص. لا، لازم تفحص وتشيك وتشوف النتائج دي ايه موقفها من الاكزاكت، وبالتالي تقدر تحسب البيرسنت ايرور في القيمة بتاعة الديفليكشن، وتقدر تقول انا المفروض تو ستوب وابدا اصمم، ولا ان انا اعمل اتريشن جديد واغير الاسبكت ريشيو واعمل اتريشن تاني وتالت ورابع. امتى اتوقف؟ اتوقف لما احس ان الاتريشن رقم 8 نتيجته قريبة جدا من الاتريشن رقم 7، بالتالي ممكن اتوقف واقول ان الحل ايه مقبول. في بقى اكسبشنز، في استثناءات، يعني هل على طول الخط الواحد يقول ان الاسبكت ريشيو المفروض تكون قريبة من الواحد، وان الاسبكت ريشيو لما تكبر ده يعني بيدي نتائج مش مقبولة، نتائج مقبولة؟ لا، في استثناء. الاستثناء بيقول ايه؟ بيقول لو الاستريس جريديانت، لو الميل بتاع الاستريس، لو كان عندي استريس مثلا على الشمال استريس رقم 1، وعندي استريس على اليمين استريس رقم 2، فانا عندي في احتمالين. في احتمال ان الاستريس رقم 2 يكون قليل جدا بالنسبة للاستريس رقم 1، وبالتالي لما اوصل 1 ب 2 هلاقي الميل بتاع الاستريس ميل ابرابت زي ما بيقولوا، ايه، فجائي او ميل حاد. في الحالة دي هيت لازم الاسبكت ريشيو تكون صغيرة، ما ينفعش الاسبكت ريشيو تكون ايه، تكون كبيرة. لكن لو عندي في المسألة الاستريس رقم 1 قريب من الاستريس رقم 2، ففي الحالة دي هيت الجريديانت او الميل بيكون ايه، كلوز تو زيرو، يعني كأن الميل يساوي ايه، صفر، كأن الخط بتاع الاستريس موازي للديطم. فلما يكون الجريديانت كلوز للزيرو في الحاله ديت انا ممكن اكبر الاسبكت ريشيو، وممكن الاسبكت ريشيو توصل ل 50 والنتائج تطلع كويسه. طب ليه؟ يمكن لو بصينا للمساله، لو تفتكروا لما اخذنا في البلين ستريس والبلين سترين كان عندي اليمنت اسمه كونستانت سترين تريانجل اللي كنا بنختصره بي سي اس تي، فكنا بنقول ان وزن الاليمنت بيكون الاستريس كونستانت. طيب لو انا اخدت بقى ايه مع الميل الحاد، اخدت وان اليمنت من البدايه للنهايه، وانا بقول ان الاليمنت اللي هو الكونستانت سترين ترانجل اللي هو السي اس تي الاستريس جواه كونستانت، يبقى انا مش هقدر اشوف التغير من استريس 1 لاستريس 2، لان العنصر جايب من الاول للاخر والاستريس جواه ثابت، فمش هقدر اشوف التغير. لكن لو الاستريس ثابت من البدايه للنهايه او التغير صغير في الميل بتاع الاستريس، اذا يمكنني في الحاله ديت ان انا اخد وان اليمنت من الستارت للاند، وبالتالي الاسبكت ريشيو هتكون كبيره، ومع ذلك النتائج هتطلع ايه، هتطلع كويسه. يمكن احنا شفنا من شويه او قلنا ان في علاقه ما بين الاسبكت ريشيو والاليمنت شيب، شكل العنصر اكيد بيتاثر بالاسبكت ريشيو، ويمكن قلنا ان في شكل بيبقى جود وفي شكل بيبقى باد. لكن احنا دلوقتي يمكن هنتكلم على البور اليمنتس، ان في اليمنت ممكن يبقى بور بالنسبه لايه، شكله بالنسبة للشكل بتاعه، وبالتالي النتائج هتطلع ايه، هتطلع سيئة. فبنقول جملة مهمة جدا، بيقول in general an element yields best results، وكأنه بيقول لي امتى الاليمنت يديني نتائج كويسة، لو الشيب، لو if its shape is compact and irregular، يعني العنصر اللي يديني نتائج كويسة هو العنصر اللي شكله is compact and regular. يعني ايه compact؟ لو انا عندي عنصر مثلا مستطيل وكان الطول بتاعه اللي هو البي اكبر بكتير من الاتش، يبقى عن العنصر ده له لارج اسبكت ريشيو، بالاسبكت ريشيو بتاعته كبيره جدا، لكن العنصر ده ما اقدرش اقول عليه ان هو كومباكت. امتى يبقى كومباكت؟ لو عندي عنصر طويل وعملت له كومباكشن، يعني هبتدي اضغط عليه من الناحيتين،
فبالتالي هيحصل ان البي تصغر والاتش تكبر لغايه واقعد اعمل كومباكشن لغايه لما البي تساوي الاتش، يبقى كان الاسبكت ريشيو بايه؟ بواحد. يبقى لو الشيب كومباكت يعني كانه بيقول لي خلي الاسبكت ريشيو قريبه من الواحد، وبيقول لي ايه كمان صفه لازم تتوفر في العنصر عشان ما يكونش بور، ان العنصر ده يبقى ريجولار. ريجولار يعني ايه؟ يعني يبقى الزوايا لو عندي شكل رباعي مثلا، لو عندي شكل رباعي له فور نودز، يبقى الزوايا بتاعت الشكل الرباعي تكون ايه؟ تكون قريبه من الزاويه 90 درجه. فيمكن ده برضو بيتحقق امتى؟ او ده هيحقق لي ايه؟ هيحقق لي ان الاسبكت ريشيو تكون قريبه من الواحد. لكن لما الاقي ان الزوايا بدا يحصل خلل في الزوايا وما تبقاش قريبه من 90 درجه والاسبكت ريشيو كبيره، فممكن الشكل الرباعي يقرب من الايه؟ يقرب من المثلث. يعني هنا الاتش واحد صغيره جدا بالمقارنه باتش اتنين، فكلما الاتش واحد تصغر 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 لغايه ما تتلاشى ويبقى الاتش واحد تساوي زيرو، فيبقى الشكل الرباعي بيقرب من ايه؟ بيقرب من المثلث. الزوايا لما بتتغير عن 90 درجه فبتلاقي زاويه بقت حاده وزاويه اصبحت منفرجه، فاصبح الاليمنت بدل ما كانت زواياه قايمه و ريجولار اصبح زواياه حاده ومنفرجه، واصبح في سكيونس، اصبح في انحراف، بقى شكله بدل ما كان مستطيل او مربع اصبح كانه متوازي اضلاع او معين مثلا. فده بيأثر على بيخلي الشكل سيء، وبالتالي بيبقى بور اليمنت، وبالتالي النتائج بتبقى ايه؟ مش كويسه. فده في الحاله دي بيبقى في عندي فيري فيري لارج اند فيري سمول كورنر انجلز، زاويه الفا زاويه منفرجه، زاويه بيتا زاويه حاده، وزاويه الفا اكبر بكتير من زاويه بيتا، يبقى ده بور اليمنت. طيب عشان احسن الاليمنت دوت فممكن يكون الحل ان انا اقسم الاليمنت اللي هو الرباعي الى تو اليمنتس، ويبقى الاليمنت على شكل مثلث. ويمكن في برامج بيكونوا مهيئينها ان هي تعمل تشيك على الزاويه، ولو لقى يعني هو بيشيك على الاليمنتس بيمر على الاليمنتس عنصر عنصر، لو لقى ان الزاويه الكبيره اللي هي الفا اكبر من او تساوي 170 درجه، فالبرنامج انترنالي او اوتوماتيكالي، لان في ساعات البرامج المقصود بكلمه انترنالي ان هو ممكن يعمل تعديل لكن انا ما اشوفوش، وممكن يعمل التعديل ويعدل بالفعل واشوف التعديل، لكن ده سواء كان انترنالي او اكسترنالي بيبقى اوتوماتيكالي، يعني البرنامج هو اللي بيقوم بالمهمه دي، ان هو بيبدا ايه؟ كان عنده قاعده كده بتقول له اذا انت لقيت الزاويه اكبر من او تساوي 170 درجه ابدا اقسم الشكل الرباعي الى ايه؟ الى مثلثين. عندي فيه برضو عيب ممكن الاقيه في الاليمنت ويأثر على دقه النتائج، يكون عندي فيه اليمنت بطبيعته رباعي يعني له فور نودز، لكن لما جيت اوقع الاحداثيات بتاعت النودز فلقيت ان في 3 نودز على خط واحد، 3 نودز على خط واحد، فبدل ما يبقى عندي 4 اضلاع اصبح وكأن عندي 3 اضلاع، فبالرغم من ان الشكل اللي قدامي فيه 4 نودز الا ان الشكل على شكل ايه؟ مثلث. طيب الحل ايه بقى في الوضع دوت؟ طيب في الحاله دي، طب انا ممكن احول العنصر الرباعي احوله الى عنصر ايه؟ ثلاثي، يبقى مثلث يعني، وبالتالي اتخلص من النود الايه؟ اللي هي في وسط الضلع اللي هو ايه؟ كان في الاصل عباره عن ايه؟ ضلعين، ولكن اصبحوا على استقامه واحده، فبتخلص من النود واحول الشكل الرباعي الى شكل ايه؟ ثلاثي. يمكن برضو بيقابلني في بعض الاحيان وانا بعمل موديل لمساله
وبتكون انت مختار العنصر رباعي، مع ان العنصر انت مختاره رباعي وفي فور نودز في الاربع اركان، لكن ممكن يبقى المسألة مثلا الباوندرز بتاعتها، الحدود بتاعتها ما هياش ستريت، او تكون مايلة مثلا بزاوية. وبتيجي تقسم المسألة الى عناصر رباعية، فممكن تلاقي بعض العناصر في تو نودز انطبقوا على بعض، يعني كأن المسافة اتش واحد أصبحت بصفر، فبيبقى الشكل قدامك كأنه مثلث، لكن البرنامج بيبقى عندي تو نودز منطبقين فوق بعض. فطب أعمل إيه في الحالة ديت؟ هو رباعي لكن تو نودز انطبقوا على بعض فأصبح كأنه مثلث، طبعا ده مش كويس، فلأن الزوايا بقى أصبحت في زوايا صغيرة وزوايا كبيرة، وأصبح الشكل ما هوش ريجولار، فبالتالي ده هيبقى بور إيليمنت، وبالتالي النتائج هتبقى مش كويسة. طب أعمل إيه في الحالة دي؟ يمكن كان في برامج مثلا زي برنامج اسمه كوزموس، كان في إمكانية إن أنا أدي للبرنامج كوماند إن هو يحول بعض العناصر اللي هي كوادري لاترال اللي هي الرباعية إلى إيه؟ إلى عناصر ثلاثية. أقول له كده في كوماند حول العنصر اللي هو فور نودد اللي هو ليه أربعة نودز إلى عنصر إيه؟ 3 نودد. طبعا في برامج أيضا، أو يمكن في معظم البرامج بيبقى في حاجة اسمها يعني موديل تشيكر، يعني بنعمل تشيك للموديل، يعني قبل ما نعمل البروسيسنج طبعا احنا دخلنا المدخلات اللي هي الانبوت او البري بروسيسنج، وقبل ما نعمل اناليسيز للمنشأ او قبل ما نحل، ويقعد يحل ساعتين وثلاث ساعات وبعدين نكتشف ان في خطأ، لا بنعمل تشيكنج ليه؟ للموديل، بشيك على الموديل، على النودز، على الاليمنتس، على اللودز، على الباوندري كونديشنز، في حاجة اتفصلت عن حاجة، في لود مش فوق النود بالظبط، بعيد عنها بشوية، فبعمل تشيكنج ايه للموديل. في البرامج او من ضمن الحاجات اللي البرنامج بيعمل عليها تشيك اللي هي الاسبكت ريشيو. البرنامج يعمل تشيك على الاسبكت ريشيو ازاي؟ بيبقى في البرنامج قيمة ديفولت للاسبكت ريشيو، زي مثلا 1 ل 4 او 1 ل 5 او 1 ل 3. انت طبعا ممكن تغير الاسبكت ريشيو، لكن انت بتقول بينك وبين نفسك ايه هي الرقم او الريشيو المعقول اللي بعديه ابدا اقلق. فسي مثلا هنقول 1 ل 5، يبقى الطول 5 مرات الايه العرض، او البعد الكبير للاليمنت 5 اضعاف البعد ايه الصغير للاليمنت، فانا بقيس الطول للاليمنت وبقيس ايه العرض للاليمنت. فبيبدا البرنامج لو عندي مثلا فاينات اليمنت موديل، الموديل فيه عناصر على شكل رباعي، عناصر على شكل مثلث، عناصر الاسبكت ريشيو بتاعتها كبيره صغيره، يبقى ايا كان العنصر ثلاثي رباعي رباعي زوايا قائمه زي المستطيل او المربع، او زوايا مش قائمه زي الكوادريلاترال اللي هو الرباعي. المهم في النهايه البرنامج بيعدي على العناصر element element، ويحسب لكل عنصر الاسبكت ريشيو بتاعته، ويبدا يقارنها بالقيمه الديفولت اللي عنده، واذا لقى ان في عنصر الاسبكت ريشيو بتاعته اكبر من الديفولت اللي عنده بيطلع لي تحذير، يقول لي في وارنينج. وطبعا في فرق بين التحذير والايرور والخطا، الخطا يبقى لازم يتصحح، لكن التحذير ممكن اتعداه واتخطاه واكمل المساله، لكن هو بيقول لي تيك كير الاسبكت ريشيو عدت الخمسه، اكمل واحل المساله على هذا الاساس، ولا انت عندك راي تاني؟ شايف انك تشوف الاليمنت دوت وتقسمه لتو اليمنتس مثلا، وبالتالي يتحسن الاسبكت ريشيو، فانا باخد قرار، فممكن اقول له لا اكمل، وممكن اقف واصلح واظبط ايه الاسبكت ريشيو. يمكن الموضوع الاسبكت ريشيو بيفكرنا شويه بالبوسونز ريشيو، طبعا هو ده حاجه وده حاجه، لكن في شبه بينهم في الشكل بس ليس اكثر. يعني طبعا انا لو عندي اسطوانه وباثر عليها باكسيال كومبريشن، فطبعا الاسطوانه بتبدا ايه يحصل لها انفعال في الاتجاه الطولي، اللي هو انفعال في اتجاه واي في الاتجاه الراسي، انفعال هيحصل شورتنينج، هيحصل نقص في الطول، وهو ده الانفعال ايه الطولي اللونجيتودينال سترين. وفي نفس الوقت الاسطوانه هيبدا الديامتر بتاعها يكبر في الاتجاه اكس، فبالتالي يحصل انفعال موجب في الاتجاه الافقي، لكن الانفعال في اتجاه اكس ده بيبقى بسبب الانفعال في اتجاه واي،
وبالتالي بوصون قسم الانفعال العرضي على الانفعال الطولي، فبيطلع ايه البوسونز ريشيو وليس الاسبكت ريشيو. لكن طبعا تحس ان دي ريشيو ودي ريشيو، وده بيقسم يعني ناحيه على ناحيه، برضو الاسبكت ريشيو بيقسم الطول البعد الكبير على البعد الصغير. فطبعا واضح ان لما بتضغط على العينه فطولها بيقصر والديمتر بتاعها او العرض بيزيد، وكان كل ما زود الضغط الطول يقصر والعرض يزيد، فكان مع ان في نسبه اسمها بوسونز ريشيو، الا ان كل ما الفورس بتزيد فالاسبكت ريشيو بتاعت الاسطوانه، لو انا ببص للاسطوانه في الاليفيجن فاشوفها على شكل مستطيل او مربع، فكل ما اضغط فواضح ان الهايت بيقصر والبعد الافقي بيزيد، فكل شويه الاسبكت ريشيو بتتغير. لكن طبعا واضح ان في فرق بين البوسونز ريشيو كسترين على سترين وبين الاسبكت ريشيو كبعد كبير على بعد صغير، فواضح ان الصوره اللي قدامي ليها اسبكت ريشيو اكبر من الواحد، يمكن ده ممكن يبقى مريح للنظر، او دي طبيعه الصوره ان انا عاوز اشوف الافق اكبر من او الجزء الافقي اكبر من الارتفاع، فبتبقى الصوره سكيل مناسب ان يبقى البعد الافقي اكبر من البعد الراسي، وبالتالي في اسبكت ريشيو اكبر من الواحد. نتنقل بعد كده للسيمتري. ده انا لسه مع الموديلنج، يعني انا رايح اعمل موديل لمساله سي فريم مثلا او تراس تو اليمنتس، وعندي في كونسنتريتد لود فيرتيكال عند نود 2، والمساله واضح ان في تماثل. لو انا خدت اكسس راسي عند نود 2، محور راسي عند نود 2، فهلاقيه بالظبط كانه ميرور، الجزء اللي على اليمين يشابه او يطابق الجزء اللي على اليسار بالظبط كده. لو تفتكروا لما كنا زمان بنقول تشابه المثلثات او تطابق المثلثات، بتحط مثلثين فوق بعض بتلاقيهم شكل بعض، هنا زاويه قائمه هنا زاويه قائمه، الاضلاع قد بعضيها، في تطابق، فكأن في ميرور. فانا بعمل ايه؟ بتخيل ان في مستوى عمودي على الورقه، يمر راسي مستوى راسي عمودي على الورقه بيمر بالنود رقم 2، فطبعا المستوى ده هيبقى على يمينه الاليمنت رقم 2، على يساره الاليمنت رقم 1، في سبورت على اليمين سبورت على اليسار، البلين دوت اللي هو عمودي على الورقه اللي بيمر بالنود رقم 2 اللي هو بمثابه المرآه الميرور، بيقطع اللود نصين، نص بيروح على اليمين ونص بيروح على اليسار. لكن لما اقسم المساله نصين لازم ابقى عارف ان انا قطعت في مكان، فصلت في مكان اللي هو نود 2. لما افصل المساله عند نود 2 لازم احط الباوندري كونديشن المناسب لنود ايه؟ لنود 2. ممكن يبقى عندي تراس عندي 3 elements لكن فعلا في النص هلاقي فيه اكسس اوف سيمتري، فبالتالي اقدر اقسم المساله في ميرور، اقدر اقسم المساله لجزئين. طبعا احنا يمكن اتكلمنا قبل كده في بعض المحاضرات ان السيمتري بيديني فرصه ان انا اتعامل مع جزء من المساله وليس كل المساله، وبالتالي بوفر اللونج هاند سوليوشن تايم، بقلل الوقت بتاع الحل، وبالتالي الكمبيوتر ايضا بيوفر وقت، لان بدل ما اتعامل مع لارج سكيل باخد جزء من المساله واقلل، وبقلل المساله يمكن هنشوف بعد شويه ممكن ربع المساله، فبوفر وقت ومجهود ومال. السيمتري ليه انواع، ويمكن اشهرهم اللي هو الكومون تايب اللي هو الريفلكتيف او الميرور سيمتري. في نوع تاني اللي هو السكيو او ساعات بنقول عليه الانتي سيمتري، ويمكن ده واضح في التراس اللي تحت. لو خدت محور افقي هو محور التماثل، هتلاقي فيه تماثل ما عدا بتلاقي اللود هو نفس اللود اللي هو الكونسنتريتد فورس اللي عند نود 3 هي نفسها اللي عند نود 2 وفي نفس الاتجاه، فبالتالي ده انتي او سكيو سيمتري، لان لو اتجاههم كان متعاكس كان يبقى ايه ريفلكتيف او ميرور. في عندي طبعا الاكسيال سيمتري اللي هو الاكس سيمتريك اللي احنا يمكن هناخده في شابتر يمكن 9، اللي هو الدوران حوالين محور زي الدومز مثلا والكونز، يمكن كل السطوح الدورانيه زي الخزانات زي الاسطوانات بتبقى جايه من دوران شيء حوالين محور 360 درجه. لكن يمكن احنا هنركز شويه
في المحاضرة على النوع الأولاني والنوع الثاني، والنوع الثالث ده هيبقى مجاله شابتر 9 إن شاء الله. فاللي نبتدي مع الريفلكتيف سيمتري اللي احنا قلنا هو كومون، وبيبقى في أو بيستلزم الأمر مع الريفلكتيف سيمتري يبقى في تطابق، في تطابق، كأنك لو قطعت المسألة نصين وحطيت النصين على بعض هتلاقي في تطابق تام بينهم. بيبقى التطابق في السايز، في الشيب، في الشكل يعني، في الحجم أو الأبعاد، في مكان اللود، في قيمة اللود، في البروبارتس بتاع الماتيريال، في الباوندري كونديشنز، في هنج على اليمين، هنج على اليسار، ما ينفعش يبقى في هنج في ناحية ورولر في الناحية التانية. كأن بالظبط في مرآة، وأنا بعتبر المرآة هي عبارة عن مستوى عمودي على الورقة بيمر بنص المسألة، ميرور، مرآة، نص اللي على اليمين يساوي النص إيه اللي على اليسار. يمكن هنبتدي بمثال يمكن عرضناه قبل كده، لكن من باب يعني إيه يعني إعادة النظر في الموضوع. عندنا ترس، التراس بيأثر عليه حمل قيمته 2 بي عند نود 4. طبعا التراس متماثل حوالين محور واي، محور واي اللي هو بيمر بالنود 2 4 3. في ميرور، في مستوى بلين عمودي اللي هو الريفلكتيف او السيمتري بلين، بلين اللي هو بيمر بالنودز 2 و4 و3 عمودي على مستوى الورقه. بلاقي لو بصيت انا للمستوى العمودي على مستوى الورقه هلاقي النص اللي على اليمين قد النص اللي على اليسار مباشره. تعال كده نشوف، لو خدنا المساله وبدانا ندرس المساله جزء جزء ونشوف فين موقع المرآة، والمرآة لما بتقطع المسألة هل بتقطع ممبرز ولا بتقطع نودز، هل بتقطع في لودز بتتقاطع مع المستوى، هنشوف. فيعني هنحاول دلوقتي ان احنا ناخد جزء جزء، يعني نتكلم عن جزء جزء لغاية ما نشوف احنا هنعمل ايه مع المسألة. فبداية الميرور او البلين اوف الريفلكتيف سيمتري اللي هو بيمر باتنين واربعة وتلاتة وعمودي على مستوى المسألة هيقطع اللود اللي هو 2 بي هيقسمه 2. فاحنا طبعا لو اخدنا نص المسألة اللي هو على الشمال فيبقى عندي نص الحمل يبقى بي، ونص تاني طبعا هيروح ايه الناحية اليمين، وهلاقي ان الجيومتري ايدنتيكال على اليمين بالنسبة ايه لليسار، في تشابه تام كأنه نفس الـ يعني زي ما قلنا في تطابق. ايضا الماتيريال اللودينج، الباوندري كونديشنز، في هنج على اليمين عند نود 5، في هنج على اليسار عند نود 1. خلاص قسمنا الحمل اللي هو 2 بي الى بي و بي. نيجي بقى نشوف النص اللي احنا اخدناه اللي هو النص اللي على اليسار. طبعا انا البلين اوف ريفلكتيف سيمتري او الميرور بيمر بالنودز 2 و4 و3. طبعا انا قطعت 2 ممبرز، البلين مر من خلال 2 ممبرز اللي هو الممبر 4 والممبر 5، فبالتالي في الحاله ده هي طالما ده تراس والتراس بيشيل اكسيال فانا هاخد نص الايه، هاخد نص الاريا، يبقى نص الممبر 4 ونص الممبر 5 هيفضلوا مع الجزء اللي هو على الشمال والنص التاني مع الجزء اللي على اليمين. نيجي بقى للباوندري كونديشنز، وده جزء مهم جدا زي ما قلنا بيبقى لازم اركز معاه، لان لو انا حطيت باوندري كونديشنز مش مناسبه فاكيد المساله الحل بتاعها هيكون مش مناسب. فطبعا يمكن قلنا سابقا ان اول خطوه ان انا بسال نفسي سؤال، ده تراس، طيب في التراس بيبقى في عندي كام ديجري اوف فريدم عند كل نود في الجلوبال؟ بيبقى عندي فيه 2 ديجريز اوف فريدم بير نود اللي هما الدي اكس والدي واي او اليو والفي. اذا لما اجي ابص للباوندري كونديشنز
يبقى في ذهني حركتين بس اللي هما الدي اكس والدي واي، او اليو والفي. فببدأ اشوف عندي نود 2 ونود 4 ونود 3، ايه موقف اليو وموقف ايه الفي. طبعا المحور او المستوى بتاع التماثل، احنا قلنا ان الديجري اوف فريدم اللي هيبقى عمودي على المستوى مستوى التماثل او على محور التماثل هتبقى بايه؟ هتبقى بزيرو، يعني مش هيبقى في حركة في الاتجاه العمودي على محور التماثل. طيب يبقى في الحالة ديت لو محور التماثل رأسي، يبقى الحركة الأفقية عند نود 2 والحركة الأفقية عند نود 4 والحركة الأفقية عند نود 3 هتبقى بزيرو. هتبقى بإيه؟ تبقى بزيرو، لأن دي الحركة اللي هي بتصنع زاوية قائمة مع محور الإيه؟ مع محور التماثل. لكن واضح من المسألة إن نتيجة الحمل اللي هو 2 بي، إن نود 2 ونود 4 ونود 3 هيتحركوا لإيه؟ لأسفل. يبقى في حركة رأسية لكن مفيش حركة أفقية، لأن زي ما قلنا إن لو نود 2 عاوزة تمشي أفقي ناحية اليمين عندها نفس البروبابيليتي إن تمشي أفقي ناحية الإيه؟ الشمال بنفس القيم 50% 50%، وبالتالي مش هتتحرك أفقي. لكن نود 2 هتتحرك رأسي، نود 4 هتحرك رأسي، نود 3 هتحرك رأسي. يبقى الكونديشن المناسب هنا ان في عند كل نود في حركة بزيرو اللي هي الأفقية، وفي حركة مسموح بيها اللي هي الرأسية. طب ايه المناسب؟ يبقى المناسب ان انا احط رولر عند 2 وعند 4 وعند 3 يسمح بالحركة الرأسية ويمنع الحركة الأفقية، وبالتالي اقدر بقى اكمل واحل نص المسألة بدل ما احل المسألة كلها واطلع النتائج. مثال تاني، يمكن برضو المثال ده مر علينا قبل كده، ان انا عندي continuous beam two spans في concentrated load في منتصف السبان الاولاني عند نود 2، وفي concentrated load اخر مساوي ليه ل 10000 باوند عند نود 4 في منتصف ايه الباكيه الثانيه. الباكيه طولها 20 قدم، نص الباكيه 10 قدم، يمكن مرسوم الديفورمد شيب او ديفليكتد شيب او الالاستيك كيرف للبيم ككل. طبعا في فيكسد سبورت في البدايه، وفي في المنتصف في هنج عند نود 3، وفي عند نود 5 فيكسد سبورت. فبدايه لو احنا بنحل المساله بصرف النظر عن السيمتري، فانا بقول ان الديجري اوف كاينماتيك انديترمينسي بتساوي 5. عندي في 5 مجاهيل اللي هما الحركه الرأسيه عند نود 2 دي 2 واي، والروتيشن عند نود 2، انما نود 3 عندها روتيشن فقط لان هي ممنوعه من الحركه الرأسيه، ونود 4 عندها حركه رأسيه دي 4 واي وعندها فاي 4. يبقى عندي 5 حركات، ويمكن زمان كنا بنقول عشان نحل المساله بنحط دي 2 واي والفاي 2 الفاي 3 دي 4 واي الفاي 4 بصفر، وبالتالي بنحصل على ما يعرف ب ريستريند سيستم. انما الباوندري كونديشنز في المساله عندي هي عباره عن الدي 1 واي بتساوي الفاي 1 بتساوي 0 لان دي فيكسيشن، والدي 3 واي هتساوي 0 لان ده هنج يمنع الحركه الرأسيه، والدي 5 واي والفاي 5 بيساوي 0 ان ده فيكسد سبورت. وبالتالي عندي الاجمالي عندي 1 2 3 4 5 نودز، كل نود عندها حركتين دي واي فاي دي واي فاي، في 5 مجهولين وفي 5 معلومين قيمتهم بتساوي زيرو. وبعد كده يمكن اخذنا قرار ان احنا نقسم المساله ل 4 elements، كل باكيه فيها 2 elements، ويمكن ده كان السبب ايامها ان انا عندي concentrated load في منتصف الباكيه، فكان لازم اقسم الباكيه عند الكونسنتريتد لود. يمكن كنا اخذنا المساله دي قبل ما نعرف ازاي نتعامل مع ان احنا نحول الحمل المركز الى ايكوفالنت عند الايه عند البدايه والنهايه، لان هو بالنسبه لي هو ممبر لود، فانا قلت انا بحول الممبر لود لايكوفالنت عند السبورت، لكن ما كناش وصلنا يمكن وقتها، فقلنا هنقسم المساله ل 4 elements وبدانا نحل المساله. واحنا بنحل المساله احنا طبعا قلنا ان احنا عندنا ايه 5 مجاهيل، اللي هو الدي واي والفاي عند 2 والفاي عند 3 والدي واي والفاي عند 4. لكن رجعنا قلنا من السيمتري واضح من الالاستيك كيرف ان الروتيشن عند 2 بيساوي 0 والروتيشن عند 3 بيساوي 0 والروتيشن عند 4 بيساوي 0، فاصبح الخمسه
مجاهيل اتحولوا لمجهولين فقط، اللي هم الدي 2 واي والدي 4 واي، ويمكن كمان من التماثل لاحظ بعد شويه ان الدي 2 واي هو نفسه الدي 4 واي، فحلينا معادلتين في مجهولين وجبنا الدي 2 واي بتساوي الدي 4 واي بتساوي سالب 48 من 1000 من الانش، وده طبعا يعني زي ما هو مكتوب as expected بقوس اوف سيمتري، انا متوقع يمكن الكلام ده من قبل ما احل ايه المساله. ويمكن ذكرنا قبل كده مقوله او جمله كانت جمله مفيده بتقول كلما الديجري اوف ستاتيك انديترمنسي بتكبر، كلما يبقى عدد الانونز بالنسبه للستاتيك يعني عدد الرياكشنز، كلما عدد الرياكشنز بيكبر يبقى ايه الديجريز اوف فريدم بتقل، الديجريز اوف فريدم او النمبر اوف انون ديجريز اوف فريدم بيقل. ليه؟ لان احنا قلنا لما يبقى في رياكشن يبقى الحركه بزيرو، لما يكون في رياكشن يبقى الحركه بزيرو، اذا لما يبقى عدد الرياكشنز اكتر يبقى الحركات المعلومه اكتر، وبالتالي يبقى الحركات المجهوله ايه اقل، ويبقى لما the greater the static redundancy، لما المجاهيل بالنسبه للاكوليبريم static equations اللي هم summation الفورس تجاه اكس واي والمومنت بتساوي صفر يبقى يكتر، يبقى degrees of freedom بتقل، وبالتالي المساله ومع السيمتري كمان ناخد نص المساله، فواضح ان الواحد في الاخر خالص بيبسط المساله جدا. ده يمكن الحل اللي فات على اساس ان في اربعه elements وكده، لكن بدأنا نبص للمسألة ونقول إن في line of symmetry، في محور تماثل عند نود ثلاثة، وبالتالي ممكن نرسم plane of symmetry عمودي على مستوى المسألة بيمر من نقطة ثلاثة بنود ثلاثة، وده كأنه ميرور، وبلاقي في الجيومتري ايدنتيكال، اليمين زي الشمال، اللودز، الباوندري كونديشنز، البروبرتيز، كل شيء واحد كأنه بالظبط. لو انا قطعت المسألة نصين وطبقتهم على بعض هلاقي في تطابق في كل ايه في كل شيء. فخلاص انا قلت ان انا هقسم المسألة عند نود ايه 3. طيب لما اقسم او اقطع المسألة عند نود 3، نود المحور او المستوى القطعة هنا بيمر بنود مش بيمر بممبر، ومفيش عندي احمال، فانا باخد مثلا نص المساله اللي على الشمال. طيب انا لما قطعت عند نود 3 ايه الباوندري كونديشن اللي لازم يتحط؟ نود 3 في البدايه اصلا قبل ما اقطع عندها هينج، فبالتالي الحركه الرئيسيه اللي هي الدي واي بزيرو، واحنا طبعا في البيمز بنهمل الاكسيال، فاحنا مش هنبص للدي اكس، هنبص دايما في البيمز لتو ديجريز اوف فريدم عند النود، وده اللي احنا قلناه في الاول لما نيجي نستخدم السيمتري ونقطع في المكان اللي انا بقطع فيه عنده حركات، فانا عاوز اشوف منها بصفر منها مجهول. الكلام ده بيتحدد على اساس ايه؟ انا بسال نفسي اول سؤال، النود في البيم عندها كم حركه؟ فبقول الجواب ان النودز بتاعت البيمز بيكون عند كل نود في حركتين 2 ديجريز اوف فريدم بير نود، اللي هم ايه؟ اللي هم الدي واي والفاي. طيب الدي واي بصفر اصلا وانا عندي فروم سيمتري الروتيشن، وزي ما نشوف في المساله يمكن اللي بعد دي ليه الروتيشن طلع بزيرو عند نود ايه 3، ده ديو تو سيمتري بس احنا هنثبته بعد شويه. اذا الروتيشن عند نود 3 بيساوي صفر والدي واي بيساوي صفر، يبقى ايه الكونديشن المناسب؟ يبقى الكونديشن المناسب ان انا احط فيكسيشن عند نود ايه 3، وبالتالي المساله اصبحت ايه نص المساله، فاصبح عندي فيه 2 elements وعندي 3 نودز، وبالتالي عندي degrees of كاينيماتيك انديترمنسي في حركتين اللي هم الدي 2 واي والفاي 2، وكمان قلنا من السيمتري ان ايه الفاي عند نود 2 بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو، يبقى في الحاله دهيت وكان ايه ما عادش عندي غير مجهول واحد، والاربعه اليمنتس اصبحوا 2، فبالتالي المساله بقت بسيطه ايه؟ بسيطه جدا. لا ده في اكتر من كده، الجزء اللي انا اخدته اللي هو نص المساله لو انا بصيت ليه هلاقيه هو نفسه متماثل، بس هنا محور التماثل دلوقتي هيمر بالايه؟ بالنود رقم 2. فلو انا حطيت تاني محور تماثل حوالين عند نود 2 رأسي، يبقى انا قطعت اللود اللي هو ال 10000 هيتقسم 2، فاخد 5000 يمين و 5000 ايه شمال، فانا اخد النص المساله الشمال فاصبح عندي في ايه؟ في 5000 اللي هو البي على 2 قيمته 5000. طيب ايه اللي حصل؟ عاوزين نحط بقى كونديشن مناسب عند نود 2. طيب ابدا ادرس نود 2، انا عندي بطبيعه الحال نود 2 عندها حركتين اللي هم الدي واي والفاي.
طيب انا عندي الدي واي لا تساوي صفر لان هيحصل حركه رأسية، لكن عندي من السيمتري ان الفاي 2 هيساوي زيرو، الفاي 2 هيساوي زيرو. طيب ايه الكونديشن بقى اللي هو يسمح بالحركه الرأسية وعنده الروتيشن بصفر وفي نفس الوقت في مومنت، لان المومنت ما بيساويش زيرو عند نود 2؟ طب ايه هو الكونديشن اللي عندي حركه رأسية عندي روتيشن بصفر عندي المومنت له قيمه ولا يساوي صفر؟ هلاقي فعلا لو انت رجعت بالذاكره هيبقى هو الشير ايه، الشير هانج. يبقى فعلا هقسم النص بتاع المساله الى ربعين، وبالتالي يبقى عندي 1 element اللي هو بيصل بين نود واحد ونود اتنين، وعندي على اليسار في fixed support وعلى اليمين في شير هانج، واصبحت المساله فيها مجهول واحد اللي هو الدي 2 واي. يبقى لو حليت المساله ب 1 element بمجهول واحد اللي هو الدي 2 واي هلاقي المجهول في الاخر هيطلع سالب 48 من 100 من الانش. وقد ايه المساله بدل ما كانت 4 elements وكانت الديجريز الديجري اوف كاينماتيك انترمنسي كان المجاهيل 5، في النهايه خالص اصبح عندي 1 النون اللي هو الدي 2 واي. جبت الدي 2 واي واقدر ارسم البندنج موف ديجرام. طبعا المساله قدامي انا ممكن يعني او هسيب لكم الجزء ده، ممكن ارسم البندنج والشير من غير ما احلها بالفينيت اليمنت. يعني المساله اللي قدامي عندي في لود قيمته بي على 2 في ناحيه اللي عندها الشير هنج، طيب قد ايه هيروح منه للنود رقم واحد اللي هو الفيكسد، وبعد كده يعني من خلال الشير على اليمين وعلى اليسار هل اقدر ارسم البندنج مومنت ديجرام واعمل اتزان وكده، بحيث انا لو حليتها بالفينايت اليمنت هلاقي نفس الايه النتائج. نرجع تاني للجزئيه اللي اتكلمنا عنها من شويه. لو عندي كاميرا كونتينوس تو سبانز في سيمتري عند النود اللي هو بي في لاين اوف سيمتري، وبالتالي في مستوى عمودي على مستوى المساله هو بمثابه ميرور، النص اليمين زي النص الشمال، الجيومتري ايدنتيكال، في تقابل في تطابق في كل شيء، في اللود في الباوندري كونديشنز في البروبرتيز كل شيء واحد. لكن عشان نحل المساله كن لازم ان احنا نذكر شيء مهم، لان هو ده سر حل المساله، هو حديثنا عن الريجيد جوينتس، ان الجوينتس في الفريمز بتبقى ريجيد، بلاقي الجوينت الزاويه بتاعتها 90، وبما انها ريجيد يبقى يحصل ترانسليشن، يحصل انتقال، يحصل دوران، لكن الزاويه تفضل ايه 90 درجه. فانا لو جيت اطبق مبدا السيمتري على المساله فبقول ان في روتيشن هيحصل عند النود A ويحصل عند النود C روتيشن ايضا مساوي ليه في المقدار لكن مخالف ليه في الاشاره. نفس الكلام لو حاولت اطبقه على النود بي، فنود بي من الشمال في روتيشن وثيتا عند بي من الليفت، وفي روتيشن عند بي من اليمين اللي هو ثيتا عند بي رايت. من التماثل لازم الثيتا عند بي ليفت تساوي الثيتا عند بي رايت ولكن باشاره ايه مخالفه. فلو جيت اطبق الكلام دهوت هلاقي في روتيشن يمين وشمال وقد بعض وعكس بعض، يبقى دي بقى هيحصل كسر والزاويه ال 180 درجه هتتغير وبقت اقل من 180 درجه. لا ما ينفعش الكلام، الكلام ده ما يمشيش مع تعريف الريجيد جوينت. طيب ما هو لازم الشرط ده يتحقق ان الزاويه يمين تساوي الزاويه شمال باشاره مخالفه، وفي نفس الوقت لازم الزاويه تظل 180 درجه يفضل ستريت عشان اقول على الجوينت دي هي ريجيد جوينت. طيب عشان الشرطين يتحققوا ان الزاويه تفضل او العلاقه تفضل ستريت لاين والزاويه تفضل 180 درجه وفي نفس الوقت الزاويه شمال تساوي سالب الزاويه يمين، يبقى لازم الشرط ده يتحقق بان الزاويه تفضل ايه بزيرو. وعشان الزاويه تفضل بزيرو يبقى معناها الروتيشن عند نود بي هيساوي صفر، يبقى ده شكل الالاستيك كيرف، وبالتالي طالما الروتيشن بيساوي صفر والحركه الرأسيه بتساوي صفر يبقى في الحاله دي هقسم المساله نصين، النص اللي على اليمين هيبقى فيكسد هنجد والنص اللي على الشمال هيبقى فيكسد ايه هنجد الناحيه الثانيه. يمكن المساله ديت مساله متماثله عباره عن سيمبل بيم عليها حمل يونيفورم، وهنعتبر ان في تماثل حوالين محور في النص، ومطلوب مننا ان احنا نقطع المساله نصين ونقول ايه الكونديشن اللي هيتحط في المنتصف عشان يحقق ايه الظروف بتاعه النود اللي في المنتصف. لكن طبعا يمكن هنا السبورت اللي على الشمال شكله مختلف شويه
عن السبورت اليمين، لكن طبعا في البيمز لو اهملنا الاكسيال فهنعتبر ان الكونديشن او الباوند كونديشن على اليمين هو نفسه على اليسار، فيبقى في ايه، في تماثل حوالين محور. وحاول كده ايه تحل المساله وترسم نص المساله. يمكن هنحاول يعني نوضح حاجه كده قبل ما نكمل مسائل السيمتري، يعني مثال او سكتش بسيط كده الهدف منه انه يبقى دايما في الذاكره لما تيجي تستخدم السيمتري عشان الواحد ما يغلطش وكده. لكن طبعا اجين بنقول ان اليوز اوف سيمتري allows us to consider a reduced problem، يعني السيمتري بيسمح او بيديني فرصه ان انا اتعامل مع جزء من المساله وليس الاكشوال بروبلم وليس كل المساله، وبالتالي ايه الفايده؟ انا صغرت المساله، خدت ربع المساله، وبالتالي هوفر وقت ومجهود وتكلفه. لكن قبل ما نتنقل للمسائل ونحاول نستخدم السيمتري في سكتش بسيط، انا عندي اليمنت على شكل مستطيل وبعدين هبدأ أأثر عليه بتنشن في اتجاه المحور اكس، فطبعا هيحصل ان الاليمنت ده هيستطيل هيطول في اتجاه اكس والارتفاع بتاعه هيصغر، وده يمكن البوسونز افكت، انك لما بتشد اليمنت بيطول في ناحية في اتجاه الطول في اتجاه الشد وبيقصر في الاتجاه العرضي. فلو انا اخدت جزء كده اللي هو الاي بي سي دي وهشرت الجزء دوت، وطبعا واضح في المسألة ان عندي محور واي هو محور تماثل وعندي محور اكس ايضا هو محور تماثل، فانا بعد ما حصل ان الجسم بيطول في اتجاه الحمل اتجاه اكس وبيقصر في اتجاه العرضي، فبلاقي الاليمنت اي بي سي دي اصبح اي داش بي داش سي داش دي داش. واضح ان المحاور اللي هي المحور اكس والمحور واي اللي هي محاور التماثل مكانها ما اتغيرش، وبالتالي بلاقي نقطة سي مشت افقي ومشت رأسي ووصلت لايه، للسي داش. اذا نقطة سي عندها يعني حرية ان هي تتحرك حركتين، لان طبعا المسألة اللي قدامي واضح ان هي مسألة بلين ستريس، فهي مسألة واقعة في مستوى اللي هو مستوى الورقة، والأحمال هتكون في المحور اكس يعني واقعة في نفس مستوى المسألة، وبالتالي الديفورمد شيب هيكون واقع في نفس المستوى الأصلي اللي هو مستوى المسألة. يعني الفورسز عندي اللي هي في اتجاه اكس اللي هي الشد هي اكستنشنال فورسز، فورسز واقعة في المستوى وبتعمل اكستنشن في ناحية وكونتراكشن في الناحية التانية، والديفورمد شيب هيظل في مستوى المساله، فبالتالي ال A داش B داش C داش D داش هيكون واقع في نفس المستوى A B C D، لكن اللي انا عاوز اوصل له ايه علاقه C داش ب C و B داش ب B و A داش ب A و D داش ب D داش. فبلاقي ان في البلين ستريس او البلين سترين بيكون عند كل نود في 2 ديجريز اوف فريدم، في حركه في اتجاه الاكس وفي حركه في اتجاه الواي. فلما ببص لكل نود بيبقى في ذهني حركتين فقط اللي هم اليو والفي، فنقطة سي وصلت لسي داش يبقى اتحركت يو سي وتحركت في سي، يعني سي اتحركت حركتين اللي هم اليو والفي. انما نقطة بي، نقطة بي وقع على محور تماثل، وقع على الميرور، واحنا قلنا من شوية ان النقطة اللي بتكون وقع على محور التماثل الحركة بتاعتها في الاتجاه العمودي على محور التماثل تبقى بزيرو. اذا انا متوقع ان نقطة بي ما تتحركش رأسي لكن تتحرك افقي، ليه؟ لان الحركة الرأسية هتبقى في تعامد مع محور التماثل. اذا نقطة بي تتحرك افقي ما تتحركش رأسي، فعلا بي وصلت لبي داش وتحركت افقي وما تحركتش رأسي. نفس القصة نقطة دي وقع على محور التماثل اللي هو واي واي، اذا نقطة دي ما ينفعش تتحرك افقي لان الحركة الافقية لدي هتبقى في تعامد مع محور التماثل، لا لكن ممكن تتحرك ايه رأسي. ففعلا نقطة دي اتحركت لدي داش رأسي فقط. طيب نقطة ايه؟ هنا بقى في ميزة انه نقطة ايه وقع على المحور الافقي وفي نفس الوقت وقع على المحور الرأسي، اذا هيكون غير مسموح لنقطة ايه ان هي تتحرك افقي او رأسي، فايه داش بتكون فوق ايه الايه. طيب في الحالة دهيت لو انا قطعت المسألة وخدت ربع المسألة اللي هو ايه الاي بي سي دي، فعاوز احط كونديشن عند ايه
وعند دي وكونديشن عند بي. ما ينفعش احط كونديشن عند سي، ليه؟ لان سي اتحركت افق الراس، اذا هي فري تو موف تو ترانسليت في الاتجاه الافقي والاتجاه الراسي، انما الكونديشن هتحط في الاماكن اللي المحور بيقطع المساله فيه. يعني فمحور اكس قطع او مر ببي ومر بايه، ومحور واي هيمر بالدي ويمر بالاي ايضا، اذا لازم احط كونديشن عند بي وعند الاي وعند الدي. طيب نقطه بي هتمشي افقي فقط، يبقى الحركه الراسيه بصفر، يبقى حركه مسموح بيها وحركه ممنوعه، يبقى احط رولر يسمح بالحركه الافقيه. نقطه دي هحط رولر يسمح بالحركه الراسيه، انما نقطه ايه هحط بقى تو رولرز، واحد يمنع يسمح بالحركه الافقيه والتاني بيسمح بالحركه الراسيه، لكن في النهايه هشيل التو رولرز واستبدلهم بوان هنج يمنع الحركه الراسيه والحركه الافقيه. تعال بقى نطبق الكلام دوت على ايه، على مساله. المسألة دي فيها حاجات كتيرة، بس يمكن احنا دلوقتي هنبص للسيمتري فقط، لكن الأشياء الأخرى يمكن إيه يمكن تقابلنا في المحاضرة اللي جاية اللي هي هنستكمل فيها شابتر 7 إن شاء الله، اللي هي المحاضرة رقم 22. المسألة عبارة عن قاعدة على سويل، فأنا دخلت السويل ودخلت القاعدة كلود، يعني أنا حولت الأحمال بتاعت القاعدة إلى لود فيرتيكال بيؤثر الأسفل، وأخدت إيه وعندي محور تماثل اللي هو الأكسس أوف سيمتري اللي هو السنتر لاين اللي هو بيمر بالنودز من واحد لغاية إيه لغاية 6. طبعا ده نص المسألة اللي على اليمين، والنص التاني للمسألة ده موجود على الإيه على الشمال. طبعا ده ميرور، وعند الميرور بيكون النص اليمين زي النص الشمال، فطبعا انا اخدت نص القاعده او نص الاحمال اللي على القاعده وتركت النص الثاني. المحور التماثل اللي هو الراسي اللي بيمر من نودز من واحد لسته بيبقى النودز اللي واقعه عليه اللي هي 2 و3 و4 و5 و6 بيبقى الحركة بتاعتها في الاتجاه العمودي على المحور اللي هي الحركة الأفقية هتبقى بزيرو، لكن في إمكانية للحركة الرأسية، فبحط رولر عند 6 و5 و4 و3 و2، لكن طبعا نود واحد هنحطه عندها هنج. ليه؟ لأن أنا طبعا لو دي مسألة ودي سويل وأنا حاولت أعمل موديل للسويل ماس، فأنا ما باخدش كل الكرة الأرضية، لا أنا باخد جزء، وهنعرف بعد شوية قد إيه الجزء دوت، يعني قد إيه البعد الرأسي وقد إيه البعد الأفقي. إحنا مش هناخد الإيه الكرة الأرضية كلها، لا إحنا بناخد جزء اللي إحنا بنقدر نقول إن بعديه خلاص تأثير القعدة بدأ يتلاشى وما عادش في تأثير للأحمال بتاع القعدة. طبعا أنا بنزل في الاتجاه الرأسي لغاية عمق بقول بعديه خلاص ما عادش في حركة، ما عادش في حركة، وكأني واقف مثلا على صخر على روك، أو وصلت العمق تأثير الحمل بتاع القعدة خلاص تلاشى، فأقدر أقول إن إيه مفيش حركة رأسية. فممكن أحط مجموعة من الرولرز لو أو أحولها الهنج لو هو روك لو هو صخر وكده. يعني يمكن الجزء ده نسيبه شوية هنتكلم عليه فيما بعد، لكن لو تخيلت إن أنا حطيت رولرز تحت عند 7 و19 وكده 31 بتمنع الحركة الرأسية وتسمح بالأفقية، يبقى نود واحد هيجي عندها تو رولرز، واحد من السيمتري واحد نتيجة ان انا وصلت المرحلة ان خلاص ما عادش في حركة، فالاتنين يتحولوا لهنج. لكن لو الارض او المستوى ده عنده صخر مثلا، فممكن ايه نحول الرولرز لهنجز. طبعا بعد مسافة أفقية معينة بيكون خلاص ما عادش في حركة أفقية، لكن مازال في حركة رأسية، في بيبقى عندي مجموعة من الايه من ايه الرولرز. يمكن بعد شوية كده او في المحاضرة التانية هنتكلم شوية قد ايه المسافة الرأسية وقد ايه المسافة الأفقية اللي بعديها بقول ان خلاص ما عادش في افكت للأحمال بتاع القعدة. نستكمل يمكن التيست اللي قدامنا ده مشهور بالنسبة لنا، ان احنا بنعمل اختبار شد على عينة، يعني جزء من بليت، يعني مش سيخ حديد، يعني قطاعه مش دايرة، قطاعه مستطيل. ولو تفتكروا من زمان كنا بنقسم العينة لثلاث أجزاء وبنيجي على التلت الأوسط وبنصغر قطاعه شوية على أساس إن إحنا نضمن إن الكسر يحصل في التلت الأوسط، لأن العينة بتتمسك بالفك بتاع الماكينة من التلت اللي على اليمين والتلت اللي على الشمال،
فانا ببقى محتاج ان الكسر يحصل في الثلث الاوسط عشان يبقى معبر عن العينه، ما يحصلش الكسر في الثلث الاول او الاخير قريب من الفك بتاع الماكينه، فبنصغر القطاع شويه على اساس الكسر يبقى هو القطاع ده هو القطاع الضعيف في الكسر يحصل فيه. المساله عندي في محورين للتماثل، في محور راسي في المنتصف ومحور افقي، وبالتالي يبقى في عندي تو بلينز اوف سيمتري، بلين راسي عمودي على الورقه وبلين افقي عمودي على الورقة، وبالتالي طالما في عندي مستويين فهقسم المسألة لأربع أرباع، وهناخد إيه الربع المتهشر. طبعا المسألة ديت مسألة بلين ستريس، لأن طبعا أنا عندي دي قطعة من الحديد لها سمك، فبالتالي هي مسألة إيه، مسألة إيه بلين ستريس، وعندي محورين تماثل، وبالتالي عندي تو بلينز أوف سيمتري، فهاخد ربع الايه، ربع المساله هيبقى كافي ان انا ايه امثل المساله. لكن طبعا لما بنقطع المساله في خط افقي ونقطعها في خط راسي، فخدت الربع، فلازم عند مكان القطع الافقي الراسي احط الباوندري كونديشنز المناسبه، فالنودز على المحور الافقي مش هتتحرك راسي، لان الحركه الراسيه ممنوعه بسبب التماثل، لان احنا قلنا ان الحركه اللي هي في الاتجاه العمودي على المحور بتاع التماثل بيبقى بصفر، فبالتالي هحط رولرز من النود رقم 5 حتى النود رقم 78 تسمح بالحركه الافقيه ولا تسمح او تمنع الحركه ايه الراسيه. برضو القطع الراسي اللي على محور واي هحط مجموعه من النودز بتبتدي من النود رقم 1 حتى النود رقم 5 تسمح بالحركه الراسيه ولا تسمح بالحركه الافقيه، وطبعا هيصادف ان النود رقم 5 هيبقى عندها رولر يسمح بحركة ويمنع التانية، وعندها رولر تاني يسمح بالحركة الأخرى ويمنع الحركة الأولانية، وبالتالي يبقى التو رولرز اللي عندي النود رقم 5 أحولهم إلى الهنج. ويمكن لو رجعنا شوية للسكتش اللي احنا كنا راسمينه وقلنا إن لما بقسم المسألة لو عندي فيه محورين للتماثل، فالنود رقم إيه ما بتتحركش رأسي ولا أفقي، فبيكون عندها إيه، بيكون عندها هنج، وده واضح طبعا عند النود رقم ايه، النود رقم 5. في جزء اخر في المساله مهم برضو ومرتبط بالموديلنج، وان انا اخلي بالي على اساس ايه النتائج بتاعتي والمحاكاه تبقى مظبوطه، ان الثلث الاوسط هو الثيكنس عنده حصل فيه دروب، فبالتالي الاجهادات هيبقى فيها هتبقى اعلى، ويبقى فيه تركيز فيه كونسنتريشن في الاجهادات، فالجزء في اللي هو الثلث الاوسط يبقى بيحتاج ان انا اصغر العناصر فيه شويه. طبعا انا مستخدم في المساله عناصر ايه كوادري لاترال، مستخدم عناصر رباعيه الشكل، وطبعا نخلي بالنا بقى ان احنا نحافظ على ايه، على الاسبكت ريشيو تكون قريبه من الواحد. فانا استخدمت في الثلث الاوسط عناصر صغيره، وبعدين بعد كده بتنقل للجزء بقى اللي هو الايه الثلث الاولاني، وطبعا الاستريسز عليه هتبقى ماشيه يونيفورم، الاستريسز كانها كونستانت، فعندي امكانيه ان انا اكبر الايه العناصر في الثلث الاولاني والثلث الاخير. واضح ان انا خدت الارتفاع اللي هو 1 انش قسمته عنصرين، لكن الثلث الوسطاني كان الارتفاع 75 من 100 انش قسمته لاربع عناصر. طبعا طيب العناصر، السؤال العناصر الصغيره هي اللي تدخل على الثلث الاولاني، العناصر الصغيره بتاعت الثلث الوسطاني هي اللي تدخل شويه عند الثلث الاولاني، ولا يحصل العكس، العناصر الكبيره بتاعت الثلث الاولاني هي اللي تدخل على الاقرب للصح او للمنطق او للشيء البديهي، ان الاحسن للمساله كلها ان العناصر كلها تبقى صغيره، ده الاحسن للمساله كلها. طيب انا مش هعمل المساله كلها عناصر صغيره، مش هعمل المساله كلها فاين مش، هعمل كورس مش في جزء وفاين مش في جزء، يبقى المنطقي ان العناصر الصغيره هي اللي تدخل على المكان اللي يخص العناصر الكبيره، فاصبح عندي في عناصر مربعات كبيره وفي مربعات صغيره. طيب بيقابلني بقى مشكله عند ايه، العنصر اللي هو يمينه او عند الخط الفاصل بين العناصر الكبيره والعناصر الصغيره، يعني زي عند المكان اللي بشاور عليه هلاقي على اليسار في 4 عناصر وعلى اليمين كان المفروض في عنصرين ايه كبار، بس طبعا العنصر اللي على الشمال الصغير ليه 4 نودز والعنصر اللي تحتيه ليه 4 نودز، يبقى في بينهم نود مشترك. لو انا اخدت العنصر الكبير اللي هو على اليمين هلاقيه عنصر رباعي ليه 4 نودز فقط، لكن جه في منتصف ضلع من اضلاعه
في نود موجود في منتصف ضلع من اضلاعه اللي هو يخص التو اليمنتس اللي على الشمال. هنا هيحصل بقى ايه؟ عدم توافق ما بين التو اليمنتس اللي على الشمال مع الاليمنت الكبير اللي على اليمين، وده ممكن يؤثر على النتائج وعلى الكومباتيبلتي. فطبعا كان لازم هنا عشان نحل المشكله دي ان احنا نعمل ترانزيشن اليمنتس، ان احنا نختار عناصر على شكل مثلث تربط العناصر الصغيره بالعناصر الكبيره. طيب لو احنا فكرنا بعد شويه ان بدل ما يبقى فيه 2 اليمنتس بس يبقى 1 اليمنت، يبقى هنحتاج برضو عناصر على شكل مثلث كونستانت سترين تريانجل اليمنتس انها تنقل تعمل ترانزيشن من الصغير للكبير وهكذا. يمكن مسألة اللي بعد كده عندي بليت في فتحة على شكل دايرة، وطبعا مسألة البلين ستريس، فعندي مستوى مسألة واقع في مستوى اللي هو المستوى اكس واي مستوى الورقة، وعندي الأحمال عبارة عن اكستنشنال فورسز، عندي ستريسز يونيفورم في اتجاه اكس فقط، وقع في نفس مستوى المسألة، وبالتالي الديفورمد شيب هيقع في نفس ايه مستوى ايه المسألة. يبقى كل نود عندها 2 degrees of freedom. طبعا هنا في محورين للتماثل محور اكس ومحور واي، يبقى عندي في 2 planes of symmetry، في بلين افقي عمودي على المسألة، وفي بلين رأسي بيمر بمحور واي عمودي على المسألة. هقطع المسألة لأربع ارباع وهاخد الربع، لكن طبعا هنا في هول في فتحة، فطبعا الجزء اللي جوه الدايرة ده مش موجود، وبالتالي مفيش نود عند تقاطع محور اكس مع محور واي. ولو تفتكروا النود اللي عند تقاطع المحورين بيبقى ما بتتحركش، اللي هي لو تفتكروا ايه هي ايه داش، فكان عندها بنحط هنج، لكن النود دي اصبحت مش موجودة لان في فتحة. فيبقى النودز اللي اتقطعت بمحور واي هتبقى ممنوعة من الحركة في اتجاه اكس، والنودز اللي اتقطعت بمحور اكس هتبقى ممنوعة من الحركة في اتجاه واي. هنا في المسألة برضو بحاول عند الفتحة، لان يبقى في تركيز في الاجهادات ان انا اصغر العناصر وابدأ ايه اكبر العناصر كل ما ابعد عن الفتحة. وطبعا نخلي بالنا برضو من الاسبكت ريشيو، ونحاول دائما ان الاسبكت ريشيو تكون قريبة من ايه من الواحد. لكن في ملحوظة تحت مهمة جدا ولازم ناخد بالنا منها جدا ونحطها في الحسبان، بيقول it should be noted that in vibration and buckling problems، يعني take care، خلي بالك في مسائل الفايبريشن لما تيجي تحل مسألة في الديناميك فري فايبريشن وتجيب المود شيبس. طبعا في الفري فايبريشن احنا عندنا المعادله بتاعت الديناميك بيبقى اللود في ناحيه والناحيه الثانيه بيبقى الام. اللود طبعا بيبقى فانكشن في التايم، بيبقى اف اوف تي بتساوي في اليمين الام اكس دبل دوت زائد السي اكس دوت زائد الكي في الاكس. ففي الفري فايبريشن بنحط اللود بصفر، والمساله بتبدا تحصل اهتزاز حر تحت في وجود يعني البروبرتيز بتاع المساله، الماس والستيفنس والدامبنج، وطبعا ممكن نهمل الدامبنج. فبيبقى في فري فايبريشن، بقى عندي كذا مود شيب، وكل مود شيب بقى ليه بيريود او ليه فريكونسي. لكن المشكلة بقى ايه؟ حتى لو المسألة متماثلة لكن المود شيبس ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش متماثلة. تخيل كده لو عندك فريم تو باي وان باي تو ستوريز، يعني باكية واحدة لكن دورين، فبيبقى وافترضت ان الكاميرات ريجيد او البلاطات ريجيد، فبيبقى عندي 2 ديجريز اوف فريدم عند كل سقف 1 ديجري، فبيبقى عندي 2 مود شيبس. فلو رسمت المود شيبس مش مع ان المسألة متماثلة لكن المود شيبس مش هتبقى متماثلة. ايضا في حالة الباكلينج اللي بيبقى عندي مسألة فيها باكلينج وكده، ممكن يبقى المسألة متماثلة لكن المود الباكلينج شيبس او المود شيبس بتاعت الباكلينج ممكن ما تبقاش متماثلة. ففي الحالة دي ما اقدرش اقسم المسألة، سواء لو انا شغال فايبريشن او شغال باكلينج ما اقدرش اقول المسألة سيمتري وحوالين محور او محورين واخد ربعها او نصها، هنا ما عادش ينفع لان المود شيبس
المودز بتاعت الباكلينج بتاعت الفايبريشن مش هتبقى سيمتريك زي ما الجيومتري. يعني ممكن نقول ان الجيومتري ايدنتيكال حوالين المحور، وفي تطابق في البروبرتيز، وفي تطابق في الباوندري كونديشنز، كل شيء متطابق، لكن الباكلينج والفايبريشن مودز هتكون مش متطابقه مش متماثله. وبالتالي يبقى في الحاله دي مش معنى ان الجيومتري في سيمتري ان انا ايه اطبق السيمتري على المساله، لان المودز بتاعه الباكلينج والفايبريشن غير متماثله. يمكن هنلجأ يعني الجزء اللي قدامنا ده هيبقى بقى في صورة أسئلة، لكن هنحاول نتناقش برضو شوية في الأسئلة. عندي المسائل دي يمكن كانت بتيجي في امتحانات وكده، الطلاب بتاع تمهيدي ماجستير وكده، يعني انا جايبها من الامتحانات، ويمكن كنا عرضناها قبل كده بس زمان. لما كنا بنسأل سؤال بنقول المسألة بلين ستريس ولا بلين سترين ولا اكسي سيمتريك ولا بليد بيندنج ولا 3D، وهنستخدم السيمتري ونقسم المسألة وكده. لكن يمكن الدور هنا دلوقتي على ازاي ان احنا نستفيد من السيمتري ونعمل ريدكشن للمسألة وناخد ربعها او نصها ونقلل التايم والكوست وكده يعني، وتبقى المدخلات سهلة ونقدر لو في ايرور نقدر نصلحه بسهولة. عندي تو ديب بيمز، الديب بيم اللي فوق يمكن الثيكنس بتاعه 300 مللي، وعندي الاسبان 8 متر، لكن في كونسنتريتد بوتوم لود 2 بي موجود تحت، وعندي الهايت 4 متر. وطبعا عندي المسألة دي مسألة بلين ستريس، الاحمال وقع في مستوى المساله والمساله وقع في نفس المستوى، فعندي فمساله بلين ستريس. وطبعا عندي في تو رياكشنز بي وبي، طبعا في يعني سؤال بيقول لي طب الحمل اللي هو 2 بي ده هيوصل للسبورتس ازاي؟ يعني هيمشي نص افقي ويروح للسبورت والنص التاني افقي ويروح للسبورت، ولا الحمل ال 2 بي ده هيبدا يطلع لفوق للتوب وبعدين يبدا ينزل بدياجونال كومبريشن لكل سبورت، وبعدين هلاقي تحت عند السبورت مفيش اتزان فاحتاج ايه تنشن، احتاج اعمل طاي، والطاي ده طبعا يعبر عن الايه الحديد اللي بتحط في الكاميرات وكده. يمكن المساله الثانيه هي نفسها المساله الاولانيه، بس طبعا انا كتبت عليها ترانسفير بيم للترانسفير ديب بيم، يعني لان عندي في ستوب دو كولمز، يعني في عمودين هيتوقفهم، وهبدا ازرع عمود فوق وبلانتد كولم، والعمود اللي فوق ده عليه حمل 2 بي، طبعا نصه بيروح للسبورت الشمال والنص بيروح للسبورت اليمين. طبعا هنا واضح ان الحمل هيبدا ينزل بدياجونال كومبريشن ودياجونال كومبريشن، وطبعا في اكوليبريم عند النود اللي فوق لان في 2 بي كومبريشن راسي وبيقاوموا 2 كومبريشن دياجونال، وسبمشن فورس في اكس وواي متزن، لكن عند السبورت اللي تحت بحتاج ان يبقى في تاي افقي عشان يعمل اتزان مع الدياجونال ومع الفيرتيكال. فطبعا التاي زي ما قلنا بيعبر عن الايه عن الحديد اللي في المساله. واضح ان في فرق، يعني ان الحمل يبقى توب وان الحمل يبقى بوتوم، فالمساله اللي فوق بوتوم لودد انما المساله اللي تحت توب لودد. طب ايه الفرق؟ يمكن زمان كنا بنقول في كاميرات ساقطه وكاميرات مقلوبه، الكاميرا الساقطه بتبقى لتحت السقف انما الكاميرا المقلوبه بتبقى فوق السقف، والاثنين بيبقوا مشايلين نفس الحمل، لكن يمكن الفرق ان الحمل في واحده بيكون توب والحمل في الكاميرا المقلوبه بيكون بوتوم. في الكاميرا المقلوبه بتكون البلاطه تحت والويب او الفلانج تحت والويب بيكون فوق، لكن في الكاميرات الساقطه بيكون البلاطه فوق الفلانجه فوق والويب تحت. طب ايه الفرق؟ زمان يمكن كانوا بيقولوا لنا ان الفرق ان لما يبقى الكاميرا بوتوم لودد الكنات بتكتر شويه، الكنات احنا بنحسب الكنات من الشير. طيب الكنات زادت ليه في الكاميرا لما الحمل يبقى بوتوم لودد؟ يمكن ده نحاول نفكر، ويمكن انت لو رسمت الاسترات اند تاي موديل او عرفت ازاي اللود هيتنقل من المنتصف للركيزه اليمين والركيزه الشمال هتكتشف ليه احنا بنزود ايه الكنات. وطبعا الزياده في الكنات بتكون زياده على الكنات الخاصه بالشير، يعني بحسب الاول الكنات بتاعت الشير وفي كنات بتزيد عليها، يعني ده اللي هنفكر فيه بنحسبها ازاي وبعدين بنزودها على اساس ايه تقاوم
يعني يمكن هو موضع اللود هو اللي تسبب ان اللود في البوتوم هو اللي تسبب في ان انا ازود ايه الكلام. هنا بقى في سيمتري في المسالتين، بس طبعا السيمتري حوالين محور واي فقط، ما فيش سيمتري حوالين محور ايه اكس طبعا. فانا هقسم المساله ايه نصين، هاخد النص اللي على اليمين، وطبعا السيمتري او المحور بتاع السيمتري بيمر او الميرور بيقطع الحمل التو بي، فبيبقى نص يمين ونص ايه شمال، فباخد نص المساله ويبقى عندي فيه حمل قيمته بي، وانا قطعت طبعا في المنتصف عند محور واي، فايه الباوندري كونديشنز المناسب؟ انا طبعا قطعت راسي، فعندي في خط راسي مقطوع فيه اللي هو بيمر بمحور واي، وانا عارف ان المساله دي مساله بلين ستريس، فعند كل نود فيه 2 ديجريز اوف فريدم اللي هم الحركه في اتجاه اكس والحركه في اتجاه واي، يو وفي او دي اكس ودي واي. وطبعا احنا قلنا من السيمتري بيبقى الحركه العموديه على محور التماثل، يعني محور التماثل الراسي، الحركه العموديه على الراسي هي الحركه الافقيه، يبقى الحركه الافقيه تساوي زيرو، يبقى الخط اللي عند محور واي يبقى ممنوع من الحركه الافقيه، لكن في حركه راسيه ليه؟ لان عندي فيه لود واللود بيحرك او هيعمل ايه حركه راسيه، يعمل ديفليكشن، فالنودز اللي على محور واي اللي في المنتصف اللي عند سيمتري هتتحرك راسي ومش هتتحرك افقي، يبقى احط رولرز تسمح بالحركه الراسيه ولا تسمح بالحركه الايه الافقيه. المساله اللي بعد كده مساله برضو يمكن مهمه، وهنشوف بعد شويه ليه مهمه. عندنا حائط، سواء كان حائط بقى من الطوب بلوك يعني، او كان حائط من الخرسانه المسلحه شير وول يعني، لكن في شباك، في ويندو، في يعني ممكن طبعا احنا عندنا الحوائط سواء كانت ار سي او كانت بلوك، بيبقى في فتحات، والفتحات ممكن تبقى شبابيك او تبقى ابواب، لكن احنا هنتخيل ان دي فتحه في حائط سواء كان من الطوب او من الخرسانه، ويمكن التهشير اللي على الحائط بيقول ان هو من البلوك. طبعا في سؤال يعني يمكن عابر كده بنساله برضو ونحاول نجاوب عليه، ويمكن الجواب عليه ممكن بس ان انا اعمل سيرش على النت او اسال حد يعني او افكر. السؤال بيقول احنا ساعات بنقول على قالب الطوب بنقول عليه بلوك، وساعات بنقول عليه بريك، بلوك بي ال او سي كي وبريك بي ار اي سي كي، فبس هو السؤال هل في فرق بين البلوك وبين البريك، ولا الاثنين واحد وممكن استخدم اي واحد مكان التاني، ولا في دقة وكل لفظ بيعبر عن شيء وما ينفعش استخدم لفظ مكان لفظ؟ نحاول كده وندور على الإجابة. المهم المسألة هنا في لود فوق على الحيطة، يعني لو دي حيطة في مبنى حائط حاملة، فالحائط بيبقى شايل السقف، فبالتالي بيجي له رياكشن، والرياكشن بيبقى يونيفورم. وطبعا لو ده حائط في دور واحد هيبقى في رياكشن تحت، في اكشن فوق وفي رياكشن تحت. طبعا هنا المساله ايه، طبعا والرياكشن ده كان له بريشر، والبريشر طبعا بيبقى بيؤثر على ايه، بيؤثر على اريا، طالما اسمه بريشر يبقى بيأثر على الاريا. طب فين الاريا؟ الاريا عباره عن طول في عرض، ده الطول بتاع الاريا اللي هو ال، والعرض بتاع الاريا اللي هو السيكنس بتاع الحيطه. وطبعا المساله واضح ان هي مساله ايه، بلين ستريس. طبعا في سؤال في الاول بيقول لي نوع المساله او الاناليسيس تايب، فبقول له بلين ستريس. طيب الاليمنت المستخدم هنقول له ممكن نستخدم حتى الان يعني اللي احنا نعرفه اللي هو الكونستانت سترين تراينجل اليمنت. طيب السؤال بعد كده بيقول لي ارسم توزيع الاستريسز فوق خالص وارسم توزيع الاستريسز عند الايه الفتحه. طبعا فوق خالص كانت الاستريسز قيمتها ثابته كانه مستطيل، ارتفاعه بي نوت، لكن طبعا لما باجي عند الفتحه كان فوق البريشر متوزع على اريا كبيره اللي هي طولها ال وعرضها اللي هو ايه، وعرضها اللي هو السكنس اللي هو التي، لكن لما بنزل عند الفتحه الاريا صغرت. ليه صغرت؟ لان في فتحه، فاصبح الطول الكبير صغر لجزئين، جزء على اليمين جزء على الشمال، وفي جزء اتحذف. ففي الحاله ديت ايه اللي هيحصل للاستريس؟ انا فوق كان الاستريس قيمته بي نوت لانه كان متوزع على اريا كبيره، طبعا الاريا صغرت، فاكيد الاستريس هيبقى بي نوت داش، بي نوت داش، وطبعا البي نوت داش هيبقى اكبر من البي نوت، وطبعا هو يعني مش هيبقى يونيفورم لكن هيبقى قريب من اليونيفورم، لكن قيمته هتبقى كبيره شويه
في ناحيه السايد بتاع الفاتحه، وبتقل شويه عند الايه الجزء الفري، لكن هيبقى اكبر من البي نوت، هيبقى بي نوت ايه داش، بي نوت ايه بي نوت داش. فطبعا في تغير في الايه في الاستريس. طبعا المساله سيمتريك حوالين محور واي وسيمتريك حوالين محور اكس، في الحاله دي ممكن ناخد ايه ربع الايه المساله. وطبعا قطعنا في جزء اللي هو بيمر بمحور اكس، وقطعنا في جزء بيمر بمحور واي، ويمكن من شويه خدنا البليت اللي كان فيه فتحه على شكل دايره، لكن هو ده اعتبره بليت ايضا بس فيه فتحه على شكل مربع. فيبقى طبعا الجزء الرأسي اللي بيمر بمحور واي ممنوع من الحركه في اتجاه اكس، فحط رولر يسمح بالحركه في اتجاه واي. والجزء الافقي اللي بيمر بمحور اكس يبقى ممنوع من الحركه في اتجاه واي، فحط رولر يسمح بالحركه في اتجاه ايه اكس. المساله اللي تحتيها عندي بليت على شكل يمكن معين كده، او وبعدين في سبرينج على اليمين وفي سبرينج على اليسار، وبعدين في عندي حمل فوق قيمته 2 بي وفي حمل تحت 2 بي. طبعا المساله دي بليت له سيكنس، فهي مساله بلين ستريس. واضح ان عندي في محورين تماثل، في محور واي ومحور اكس، وبالتالي هقسم المساله لاربع اجزاء. طبعا الجزء الراسي او المحور الراسي بيقطع الحمل، فبيقسم الحمل اللي هو 2 بي لبي يمين وبي شمال، والمحور الافقي هيقطع السبرينج نصين. فانا السبرينج لو له كي للستيفنس بتاعته، فباخد نص الكي، نص الكي بتاعت السبرينج، وبالتالي بيبقى عندي ايه ربع المسألة فقط. طبعا هو بيقول لي حل المسألة مرة لو السبرينج الكي بتاعته بزيرو، بزيرو يعني سوفت سبرينج، يعني كأن السبرينج ده مش موجود، كأن نقطة بي فري ان هي تتحرك في اتجاه ايه اكس، مفيش حاجة بتقاومها زي السبرينج. السؤال التاني بيقول لي لو السبرينج الستيفنس بتاعته بالانفينيتي، يعني بما لا نهايه، يعني هقول عليه ريجيد ايه سبرينج. في الحاله دي طبعا يبقى ايه، يبقى مش هيتحرك، يبقى نقطه بي كأن عندها ايه، كأن عندها طبعا يعني من التماثل كان هيبقى مسموح لنقطه بي ان هي تتحرك افقي فقط. لما اجي كمان اخلي السبرينج ده ريجيد، يبقى هتبقى ممنوعه من الحركه الافقيه. هي كانت ممنوعه من الحركه الرأسيه، والسبرينج بقى ريجيد يبقى ممنوعه من الحركه الافقيه، يبقى احط عندها هنج. لكن لو السبرينج سوفت يعني الستيفنس بتاعته بزيرو، يبقى هسمح بالحركه الافقيه. طيب لو السبرينج بقى اصبح له كي، لا هي بزيرو ولا هي بما لا نهايه، يبقى نقطه بي هتتحرك افقي، قيمه ما بين القيمه اللي هي الفري وما بين القيمه ان هي تبقى عندها ايه، تبقى عندها هنج. السؤال الثالث هو عباره عن مساله بلين ستريس ايضا، لكن عندي هنا بليت على شكل مثلث وفي تو ريجيد لينكس شايلين البليت، وطبعا في حمل 10 طن. طبعا انا في محور تماثل واحد، فهقسم المساله لنصين، وهاخد النص اللي على اليمين هيبقى مثلث، وانا قطعت على المحور الرأسي ما بين النود 1 و3، فطبعا نود 3 هتتحرك رأسي ونود 1 هتتحرك رأسي، لكن ممنوع الحركة الأفقية بسبب التماثل حوالين محور واي، فهحط رولر عند 3 ورولر عند 1 يسمحها بالحركة الرأسية ويمنع الحركة ايه الأفقية. طبعا نقرأ المسألة ونشوف بقية الأسئلة ونحاول نجاوب عليها. نرجع بقى للمسألة اللي فاتت اللي احنا قلنا المسألة دي مهمة وهنقف معاها شوية. لو عندي حائط في مبنى، مباني طوب مثلا أو ار سي شير وول مثلا وفيها فتحة، وكان عندي بريشر في اتجاه واي فوق يونيفورم، وفي رياكشن ليه تحت يونيفورم. ف يعني دلوقتي بنقول ايه، طيب ازاي الاحمال هتتنقل من فوق وتبدا تمشي جوه الجسم بتاع الحيطه لغايه لما توصل لغايه ايه، لغايه إيه تحت. طيب ده الشباك اهو طبعا، وهو بمثابه اوبننج في الحائط، ده لو الحائط طبعا طوب وكده. يعني تعال نبسط مساله شويه. لو عندي بايل كاب مثلا وعندي تو بايلز فقط، تو بايلز، فطبعا لو هما تو بايلز، لو هما تو بايلز فقط، يبقى دي بقى مش هنسميها ايه بايل كاب، هنسميها ايه كابنج بيم. هي بيم بمثابة كاب، يعني بتعمل كابنج، افكت بتاعها كابنج، زي ايه يعني شيء فوق شيء يعني. لكن لو عندي عدد البايلز اكتر، فطبعا هقول عليها ايه بايل كاب، بايل كاب.
لو عندي عمود والعمود ده له يعني انا ركزت الحمل بتاعه بقى كونسنتريتد وعندي تو بايلز وفي تو رياكشنز. طبعا كان مستحيل ان العمود يركب على التو بايلز لان قطاع العمود مستطيل والتو بايلز عبارة عن دايرتين وفي بينهم جاب في بينهم مسافة. فلو انا هقول ازاي العمود هيركب على البايل مش هينفع. فكان لازم يكون في ترانسفير ينقل العمود او ينقل الاحمال بتاعت العمود للتو بايلز. فالترانسفير هو عبارة عن الكابينج بيم، ولو عندي اكتر من تو بايلز بيبقى بايل كاب. فطبعا الحمل الكونسنتريتد هيبدأ يتوزع دياجونالي بتو ستراتس كومبريشن ممبرز اللي لونهم ازرق، وبعدين ينزل فيرتيكال على كل بايل. طبعا في اكوليبريم عند النود اللي فوق في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، لكن مفيش اكوليبريم عند النود اللي تحت. في دياجونال كومبريشن وفي فيرتيكال رياكشن كومبريشن، مفيش اكوليبريم في اتجاه اكس، فبالتالي بحط فورس اتجاه اكس عشان تعمل اكوليبريم. فبلاقي ان الفورس دي بتطلع تنشن، بقول على الممبر ده بقول عليه تاي وبعمله متصل، انما الكومبريشن اللي هو ازرق بيبقى متقطع، بيبقى كومبريشن الاحمر هيبقى متصل ويبقى تاي. وطبعا التاي ده معناه ان احنا محتاجين حديد في البوتوم عشان يقاوم الايه التنشن اللي هتولد. يمكن واضح من الكونتورز بتاعت الاستريسز يعني قد ايه المسار بتاع الحمل واضح. الحمل بيبدأ ينزل ويمشي في هيئة كومبريشن دياجونال وبعدين يروح للبايل والناحية التانية كذلك، وعشان يبقى في إيكوليبريم بنحتاج ايه تنشن تاي أفقي وكده. تعالى بقى نطبق نفس الكلام على الحائط، سواء كان الحائط ده طوب أو كان ايه خرسانة. طبعا واضح ان مع ان الحمل عبارة عن بريشر يونيفورم الا ان نصه هيبدأ يمشي في المسار اليمين والنص التاني هيبدأ يمشي في المسار الشمال، لان طبعا الاوبننج ايه فصلت الايه المسارين عن بعض. يعني هتخيل المسألة دي كأن دي ترعة واللود ده مية ماشية، وفجأة تواجد في منتصف الترعة كده حجر على شكل مربع. فطبعا الحجر ده هيفصل المية، هتبدأ المية جزء من المية أو نص المية هيبدأ يتحرك من ناحية اليمين ونص المية هيتحرك من ناحية الشمال، وبعد الحجر هتبدأ المية تتجمع تاني وتبدأ تمشي في كامل عرض الإيه الترعة. يعني أنا خلاص بقى واضح بالنسبة لي إن نص الكمية المية هتبدأ تنحرف يمين ونص ينحرف يسار، وبعد كده يتجمعوا مرة تانية. طيب هاخد نص بقى ايه نص المية او نص اللود اللي هو البريشر اللي هو على اليمين، وبعدين البريشر دوت هبدأ ايه اركزه في حمل ايه مركز. فالحمل المركز هيكون فين؟ في منتصف الايه المستطيل بتاع الايه الحمل، ونفس القصة للنص اللي في الناحية التانية. وهيبقى قيمة الحمل اف وقيمة الحمل التاني اللي هو بعد تركيزه اف. وطبعا لازم الحمل كاكشن فوق هيكون ليه رياكشن مساوي ليه في المقدار وعكسه في الاتجاه تحت، يبقى في تحت اف وفي تحت اف، وكل اف هتروح للمناظر ليها. فالاف اللي على اليمين هتروح للمناظر ليها تحت، والاف اللي على الشمال هتروح للمناظر ليها ايه تحت. طبعا اللود اول ما بيدخل الحائط بيدخل فيرتيكال، وبعد ما يدخل شوية فيرتيكال يبدأ يكتشف ان هو لازم ينحرف شوية عشان هيبدأ يمشي في الناحية اللي هي على اليمين، واللود التاني برضو هيبدأ يمشي رأسي شوية وبعدين ينحرف على اساس يمشي في الحائط في الناحية اللي ايه اللي على ايه اليسار. بعد ما بينحرف شوية بيبدأ يلاقي بقى في السكة ماشية بقى في انتظام، فيبدأ يمشي في منتصف الايه في منتصف الايه الطريق، وبعد كده يبدأ يلاحظ ان المخرج بدأ يبقى عريض شوية، فبيبدأ يحصل انحراف ويبدأ ينزل يخرج في منتصف ايه المسافة. يبقى عندي في اللود بدأ يمشي رأسي، وبعدين عندي نود واحد بدأ ينحرف، وعندي نود اتنين يبدأ يتعادل تاني ويمشي رأسي، وبعدين عندي نود اتنين اللي تحت يبدأ ينحرف وبعدين يرجع يخرج من نود واحد يخرج ايه رأسي. فبلاقي عندي نود واحد اللي فوق مفيش اتزان مفيش اكوليبريم، عندي قوة رأسية وقوة مايلة، فمحتاجين قوة تالتة أفقية فبتطلع كومبريشن. وعندي نود اتنين عندي في انحراف في قوة مايلة وبعدين قوة رأسية، فعشان يحصل اتزان فأنا محتاج قوة أفقية، فالقوة الأفقية بتطلع تنشن
فطبعا التنشن بيبقى متصل، لكن الكومبريشن بيكون دوتد، فعندي كومبريشن استرات فوق. طبعا احنا بنسمي الاسترات الكومبريشن باسترات، فعندي كومبريشن فورس فوق اللي هي افقيه، وعندي نود 2 بيتولد تنشن فورس تي بتبقى افقيه بس فوق الشباك، وايضا بيبقى فيه تحت الشباك بيبقى فيه قوه تي ايضا. فانا عندي في تنشن فوق الشباك وفي تنشن تحت الشباك او تحت الفتحه. فطبعا احنا في الواقع العملي كنا لو انا سبت التنشن دوت موجود، فطبعا الطوب اللي هو البلوك او البريك بقى على حسب ما هنجاوب على السؤال، عندي فيه تنشن، فالطوب ما بيقدرش يتحمل التنشن فبيحصل شروخ. الشروخ دي بتحصل عند الكورنرز بتاعت الفتحة، لان احنا عارفين لو دي مية والمية كانت ماشية في عرض كبير وبدأت المية تمشي في عرض اصغر، فبيحصل ان السرعة بتاعت المية بتكبر وبيحصل نحر في الاجناب، وبيبدأ الصخر او الحجر يتآكل. هنا بقى مش هيحصل نحر، لا هيتولد ستريسز عالية، فالستريسز هتعمل تنشن والخرسانة او البلوك ما بيقدرش يشيل التنشن فبيتكسر، فبالتالي هلاقي فيه شرخ هيحصل عند الكورنرز بتاعت الفتحة او الشباك. فاذا عشان الشروخ دي ما تحصلش، فكان محتاجين ان احنا نحط حديد يقاوم التنشن، او نحط خرسانة مسلحة، نحط زي طاي افقي يقاوم التنشن. فاحنا في الواقع العملي لما بنيجي نبني الحوائط بنيجي فوق الشباك من فوق ونحط عتبة من الخرسانة المسلحة، ونقول طبعا على العتبة اسمها لينتل، فبنحط العتبة فوق. لكن احنا في الواقع العملي كنا بنحط العتبة مش في دماغنا موضوع التنشن، اكتر ما كان في دماغنا ان احنا عاوزين نكمل المباني فوق الفتحة، فمين اللي هيشيل المباني، فكنا بنحط العتبة، والعتبة بتشتغل بمثابة سيمبل بيم، والسيمبل بيم ده شايل البلوكات اللي فوقه. فده كان الهدف بتاعنا. لكن طبعا لو احنا بصينا من الناحية التانية ان احنا عندنا في تنشن فوق وفي تنشن تحت، فانا محتاج طاي فوق ومحتاج طاي تحت، فانا كنت بحط الطاي اللي فوق وبنسى الطاي اللي تحت، لان طبعا الطوب اللي تحت مرتكز على السقف فما عنديش مشكلة. لكن لو انا حاولت اركز في الشبابيك اللي عندي في البيت هلاقي دايما في شرخ تحت على اليمين في الكورنر اللي تحت، وفي شرخ في الكورنر اللي على الشمال، فعشان الشروخ دي ما تحصلش فكان لابد من ان انا احط ايه، زي ما بحط عتبة فوق فكنت محتاج احط جلسة تحت، زي ما احنا شايفين في الرسم في جلسة في طاي تحت وفي طاي فوق، في عتبة فوق في جلسة تحت. الجلسة طبعا بنقول عليها سل اس اي ال ال، لكن العتبة بنقول عليها لنتل ال اي ان تي اي ال. فزي ما احنا محتاجين عتبة فوق محتاجين جلسة تحت، وإلا هيحصل شروخ في الكورنرز اللي تحت. ويمكن تلاحظ الكلام ده في البيت عندك، لو انت بدأت تتفقد الشبابيك هتلاقي لو مفيش جلسة معمولة هتلاقي فيه شرخ على اليمين عند الكورنر اللي هو على اليمين تحت، وهتلاقي فيه شرخ على الشمال في الكورنر اللي على الشمال تحت. لكن يمكن واحد يعترض علينا يقول أكيد الشباك اللي فوق دوت في عتبة فوق في لينتل، طب ليه حصل في شرخ فوق مع ان انا حاطط ايه لينتل فوق حاطط عتبة؟ فهو ممكن في الحالة دي تكون العتبة قصيرة مش يعني واخدة حقها كويس داخل الحائط، فيعني ايه الإجهادات بدأت تكسر الطوب بعد العتبة اللي هي قصيرة اللي ركوبها صغير، وبعد كده الشرخ بيبدأ ايه يلف من حوالين العتبة وينزل ويكسر في الطوب. فيمكن الملاحظة اللي استفدناها ان احنا قلنا المسألة دي بلين ستريس هناخد ربع المسألة، وعرفنا ازاي هنحط الباوندر كونديشنز، واستفدنا اكتر ان احنا قلنا ان اللود بيمشي ازاي، فرسمنا الاسترات اند تاي موديل وعرفنا فين التاي، وعرفنا ان احنا فين ممكن نحط الحديد، وعرفنا ليه العتبة بنحتاجها وليه بنحتاج جلسة، وليه لو ما نفذناش العتبة او الجلسة صح ليه الشروخ بتبقى في الكورنرز. ويمكن في بعض الاحيان يمكن لما بنيجي نعمل تسليح حوالين الفتحة في الشير وولز بيبقى التسليح ممكن يبقى رأسي وأفقي حوالين الفتحة، وبيمتد من الكورنر بتاع الفتحة ال دي في كل النواحي. وفي بعض الأحيان بيبقى التسليح دياجونال، 4 سياخ محطوطين في
في الواجهة يعني، لكنهم بيبقوا أكتر، فبيبقى شكلهم بيعملوا زي معين كده، وبيبقى كل سيخ دياجونال بي 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 بيمتد من الكورنر ال دي من كل ناحية. السيخ الدياجونال بيبقى محطوط عشان يقفل الشرخ، لان السيخ هيبقى متعامد على الشرخ. اذا اما ان احنا نحط الحديد في اتجاه الجناب بتاعت الفتحة، يبقى حديد رأسي وحديد افقي. يمكن احنا متعودين يقولوا لنا ان كمية الحديد اللي هو الفواتير او اللي بتتحط اضافي جنب السايد بتاع الفتحة بتبقى نص كمية الحديد اللي موجودة في الفتحة. يعني بنشوف لو الفتحة دي متر والمتر ده فيه 6 سياخ، فبنحط 3 على اليمين ونحط 3 على الشمال في الناحيتين، و يعني في الوجهين بتوع الحائط، على الصيد اليمين والصيد الشمال والصيد اللي فوق والصيد اللي تحت، الوجه الامامي والوجه الخلفي. لكن في البلاطات لو الفتحه دي في البلاطه، ما هي دي برضو ممكن تكون بلاطه، ما هي البلاطه بتبقى افقيه وبيكون عليها حمل واقع، المومنت بتحول لكمبريشن وتنشن. فكنا في البلاطات بنقول او في الحوائط ان احنا هنشوف الفتحه عرضها كام، في كم سيخ كانوا في الفتحه، ونحط نصهم يمين ونحط نصهم شمال. يمكن احنا خلاص سمعنا الكلام ونحط نص يمين ونص شمال، لكن السؤال ليه نص كميه الحديد اللي في الفتحه بتتحط في اليمين، وليه نص الكميه الثانيه بتتحط شمال، وليه نص الكميه بتتحط في الطوب فوق ونص الكميه بتتحط في البوتوم؟ نحاول نفكر، ولو في فرصه بعد كده ممكن نجاوب السؤال. يمكن الأسئلة اللي باقية بسيطة، في سؤال على الأسبكت ريشيو، وفي سؤال هنا على الأورينتيشن للإليمنت، ده جزء برضو مهم في الموديلنج. لو عندي في لود أيهما أفضل، إن يبقى في 1 إليمنت هو اللي بيقاوم، ولا يبقى في 2 إليمنتس، ولا كمان آجي وأقسم ال 2 إليمنتس لأربعة بحيث أصغر العناصر، بحيث يبقى عند المكان اللي فيه حمل يبقى المش تبقى فاين، وبالتالي يبقى النتائج أفضل. السؤال الأخير، عندي element لكن الاسبكت ريشيو مختلفة. طيب ليه النتائج بتبقى سيئة لما الاسبكت ريشيو بتزيد عن الواحد؟ نحاول نفكر في السؤال. المسألة اللي على اليمين عندي بليت، مسألة بلين ستريس، وعندي بليت متماثل طبعا حوالين محور اكس وواي، فهاخد ربع البليت. طب ايه هي الباوندري كونديشن؟ نحاول نحط الباوندري كونديشنز على الخطين، الخط اللي بيمر بمحور واي والخط اللي بيمر بمحور اكس. وفي النهاية المسألة بيبقى عبارة عن ربع، والربع ده بيبقى مثلث، وممكن احل المثلث ده على انه 1 element وكده. اخر سؤال دي عبارة عن مسألة كاميرا، يمكن جت في امتحان برضو. طبعا لاول وهلة لو حد بص المسألة هيقول ان المسألة ديت انستيبل، لكن هي مش انستيبل، هي هتبقى انستيبل لو الاحمال كلها في اتجاه واحد، لكن بسبب ان الحمل عكس الحمل فالمسألة دي فيها انتي سيمتري او سكيو سيمتري. طبعا نحاول في محور اللي هو في حواليه تماثل عكسي، بيمر محور رأسي بيمر بالجوينت بي. حاول بقى تقسم المسألة نصين وتشوف ايه الكونديشنز اللي موجودة عند القطع عند نقطة بي، وتاخد نص لوحده كده وتحاول تحله كده بدون حسابات بدون فاينات إليمنت، وترجع تحله تاني بالفاينات إليمنت. آخر مسألة يمكن قلبنا شويه بقى من البلين ستريس للبلين سترين. المساله دي اللي هي زي ما كانوا بيقولوا من زمان السبليتنج تيست، او الشد البرازيلي او الاندايركت تنشن اللي هو السبليتنج، بس ده مش اسطوانه بقى، ده عباره عن مكعب. ويمكن المساله دي كانت جت في امتحان، ويمكن انا جبت سوري مش منشور يعني مش مكعب، ما جبتش اسطوانه، لان هي الفكره كلها في المساله. طبعا دي مساله بلين سترين، لان طبعا في امتداد في الاتجاه الزد، وفي الاحمال بتقع في اكس او واي او كليهما ولا تتغير في اتجاه زد. فكنا بناخد يونت ستريب، يونت ستريب يعني ستريب عرضها الوحده، وبيكون في الاخر الواجهه بتاعتها هي عباره عن المعين، ويبقى عندي يونت في الاتجاه الثاني، ويبقى عندي معين في الاتجاه المستوى في مستوى الورقة، وعليه حمل فوق وحمل تحت، ففي تماثل. ف
فباخد ربع الايه المساله، باخد مثلث هو بيمثل ربع المساله، وبحط الباوندري كونديشنز عند محور واي ومحور اكس عند الاقصى. ويمكن انا جبت المساله على اساس لما ابسطها في الاخر يطلع one element اللي هو المثلث اللي هو ايه في كورنر منه A وكورنر B، والكورنر الثاني هيبقى اللي هو الزيرو والزيرو. لكن هتبقى مشكلة لو انا جبت المسألة دي في امتحان وكانت اسطوانة، لان الاسطوانة لما هتتقسم هتاخد ربع المسألة، فيبقى ايه ربع دايرة، فطبعا ربع الدايرة عشان يتقسم لعناصر هيبقى صعب شوية، لان الوقت الامتحان يعني او ما ينفعش غير ان انا احل إيه مسألة فيها 1 element، وكمان يبقى 2 degrees of freedom عشان يبقى المعكوس 2 في 2، فأقدر أحسب المعكوس إيه بسهولة وكده. يعني يمكن طولنا شوية كده، خلصنا الجزء الأول من شابتر 7. طبعا في محاضرة تانية باقية هنستكمل بيها شابتر 7 إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.